قطرات الندى لمحة شاعرة نقدمها لكم كل صباح. يا صباح الخير على كل الناس اللي بتشوفنا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا شادي. صباح الخير عليك يا منة، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. على مدار 3 أيام امبارح والنهاردة وبكرة مصر بتحكي حكاية وطن. قدرنا في 10 سنين إن احنا نحقق الاستقرار في إقليم مضطرب، بنوصل التنمية لكل مكان في مصر، في قرى الدلتا، في الصعيد، في سيناء، إنجاز آلاف المشروعات وبناء دولة جديدة رغم التحديات وكمان الشائعات اللي حاصرت مصر طوال السنين اللي فاتت. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتح امبارح فعاليات جلسات مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز بحضور عدد كبير من الوزراء والمسؤولين ورؤساء الأحزاب والجماعات ومنظمات المجتمع المدني، وده إلى جانب قادة الفكر والرأي والمتخصصين في كل المجالات. كان في عرض مهم وشامل للإنجازات اللي حصلت في السنوات اللي فاتت، وكمان في ملفات الاقتصاد والطاقة والمشروعات القومية والبنية التحتية. في الحقيقة أنه اللي حصل في مصر خلال السنوات اللي فاتت يروى هو كمان في سنين. حكاية وطن هو سرد لكل ما حدث من إنجازات في الدولة المصرية من 2014 والحد دلوقتي. إزاي الدولة قدرت أنها تتجاوز الأثار الاقتصادية للأحداث بعد 2011 وتشتغل في مسارين متوازيين الاثنين غاية في الأهمية. مسار التنمية في قطاع الزراعة والصناعة وشبكة الطرق والبنية التحتية، بالإضافة إلى مسار آخر وهو مسار الاستقرار ومكافحة الإرهاب. أعتقد أن امبارح خلال جلسات المؤتمر كان في تأكيد واضح على أن الدولة لا تنهض إلا بالتعب وبالعمل المستمر، أن الدول ما بتنهضش غير بالتركيز على التنمية من خلال برنامج وطني يكون طموح. ده اللي اعتمدت عليه الدولة المصرية في السنوات اللي فاتت، وقدرت أنها تحول الظروف الصعبة لبيئة مستقرة وآمنة وجاذبة للاستثمار. احنا النهاردة على مدار الحلقة هنحكي لكم حكاية وطن واللي حصل امبارح في جلسات حكاية وطن. بنصبح على حضراتكم، صباحكم زي الفل. صباح الخير يا مصر. قبل ما نبدأ أخبارنا وفقراتنا لصباح الخير يا مصر النهاردة، خلونا نصبح على فاطمة ونتعرف منها على أخبار المرور في القاهرة والمحافظات. صباح الخير عليك يا فاطمة. صباح الخير يا شاذلي، صباح الخير منا، وصباح الخير على كل متابعي ومشاهدي القناة الأولى، وصباح الخير يا مصر. خلينا نستعرض مع حضراتكم حالة المرور في بعض الشوارع وطرق المؤدية من وإلى القاهرة. النهاردة هيكون في، هنبدأ بشارع رمسيس اللي بيشهد كثافات مرورية متوسطة وفي الوقت الحالي مكملة لحد ميدان العباسية. هنبدأ ماشيين لحد تقاطع شارع صلاح سالم، وهناك هنلاقي برضو كثافات نسبية، ونروح عند كوبري الجلاء هنلاقي كمان في سيولة مرورية مكملة لحد طريق العروبة، وعند كوبري المطار في كثافات نسبية هتبدأ تختفي واحنا رايحين طبعا وماشيين إلى طريق المطار. عند كوبري الحدائق كمان اللي جاي من الزاوية متجه للفنجري كذلك الأمر، أعلى كوبري المطارية للقادم من الكابلات. دلوقتي هنروح للجيزة، خلونا نستعرض مع حضراتكم حالة المرور هناك. شارع فيصل بيشهد كثافات مرورية، وفي شارع الهرم الرئيسي بيشهد أيضا تباطؤ في حركة السيارات، وظهرت بعض الكثافات في منطقة مشعل وكثافات من شارع العشرين والحد الطلبية. كثافات للمتجه إلى كوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل بمنطقة الطاقة حتى العشرين. طريق المحور بيشهد كثافات بسيطة قبل محور ميدان لبنان، أما المتجه إلى كوبري أكتوبر في سيولة مرورية. خلونا نروح مع حضراتكم كمان لمحافظة أسيوط، وقدام مستشفى الجامعة بتشهد هناك سيولة مرورية مكملة لحد جامعة أسيوط، ولما نوصل هنلاقي كثافات مرورية بتبدأ تظهر ومكملة لحد شارع المعلمين، وبتقل بشكل تدريجي لحد الطريق الدائري في المحافظة، وهناك سيولة مرورية على طريق الصحراوي الشرقي للقادم والخارج من محافظة أسيوط. نكمل جولتنا المرورية ونروح الإسماعيلية، ولو بدأنا الطريق من مبنى ديوان عام المحافظة وهناخد طريق عثمان أحمد عثمان اللي بيشهد هناك سيولة مرورية كبيرة ومكملة بداية لحد بداية شارع 6، وطريق الإسماعيلية الصحراوي بيشهد سيولة مرورية للقادم للمحافظة من القاهرة أو عبر الدائري الإقليمي، لكن الطريق الزراعي فيه بعض الكثافات المعتادة في مثل هذا التوقيت.
دي كانت حالة المرور، وخلينا نستعرض مع حضراتكم سريعا جولة الطقس النهاردة. النهاردة في انخفاض في درجات الحرارة، بيبقى حوالي ما بين 3 ل 4 درجات مئوية، والطقس هيكون مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد. في شبورة مائية الصبح على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية، قد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء. كمان في فرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من أقصى الجنوب وعلى حلايب وشلاتين. درجة الحرارة النهاردة في القاهرة 31، وأعلى درجة حرارة هتكون في الأقصر 43، أقل درجة حرارة في مطروح 28 درجة. وهنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل لكن بعد قليل. صباح الخير على حضراتكم من جديد. خلينا نتكلم عن تفاصيل ما حدث بالأمس في افتتاح مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي قال إن البلاد لا تعيش وتم إلا بالعمل والتضحية والإخلاص والأمانة وليس بالكلام، وإن الدولة المصرية مشكلتها في السنين اللي فاتت هي زرع التشكيك جوه المواطن تجاه الحكومة. كل تفاصيل الإفك والمكر اللي اتعملت على مصر خلال على الأقل العشر سنين اللي فاتوا، واللي كانت امتداد، عشان كده قلت أنا هتكلم على قناة السويس وبس، وكانت امتداد لبناء حالة من عدم الثقة للإنسان المصري تبقى جزء من الشخصية المصرية، متشككة غير واثقة في نفسها وفي بلدها. ده بناء فكري وجداني اتعمل لمصر خلال 40-50 سنة، وهم يعتقدون أنهم هيقدروا من خلال ده يبنوا أمة. الأمة لا تبنى إلا على البناء والإصلاح فقط، لا الخراب ولا الإساءة ولا الإهانة ولا الهدم ولا التشكيك ولا الظلم. كمان سيادة الرئيس اتكلم عن أوضاع الدولة بعد 2011، وأعتقد أن كلنا فاكرين هذه الحالة، حالة من عدم الاستقرار من 2011 لحد 2013 أثرت على البلد بشكل كبير جدا. وقال الرئيس كمان أنه ما فيش بلد بتتقدم غير بالاستقرار والأمن. إذا كنت أنت مش عايز تساعد نفسك وتحرم نفسك وتقاسي عشان تغير الواقع بتاعك، عايز الآخرين ليه؟ وتقول انا جبت يعني كان ممكن قوي نقعد نتكلم في الموضوع ده بس وكفايه. وعشان كده قلت لكم ايه 2011 و2013، انا قلت 2013 ليه، وهقول لكم قد ايه جهل الاخرين. بقى حد عايز يحكم بلد يهدها؟ اقول تاني؟ لا 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 استنوا بس. حد عايز يحكم بلد في 2011 يهدها عشان ياخدها في 2012؟ طب حد كان بيقول لهم؟ والله العظيم انا كنت بقول يا جماعه كل يوم بيعدي علينا واللي احنا فيه ده، ده البلد بتروح ما حدش هيعرف يصلحها بعد كده، نستقر والانتخابات تجيب اللي تجيبه، بلاش اللي احنا بنعمله في بلدنا ده. من 38 مليار دولار جبناهم ولا 36 مليار دولار جبناهم ولا 30 مليار دولار جبناهم بشق الأنفس على مدى من 90-91 لغاية ما قامت الثورة، مش كده؟ معالي المحافظ، قعدنا المدة دي كلها عشان نجيب القرشين دول، احنا خلصناهم في سنة ونص. ليه؟ لأنه كنت بتروح تجيب البترول بالدولار وتبيعه بالجنيه، وتجيب السلع التموينية بالدولار وتجيب بالجنيه، ومفيش دولار بيخش لك، فانت كلت الرصيد بتاعك، كلت الرصيد بتاعك. لان حاله عدم الاستقرار اللي استمرت من 2011 لغايه 2013 جابت البلد على الارض. وانا بقول لكم ليكم كلكم، شوفوا مفيش بلد بتطلع لقدام غير بالاستقرار والامن، مفيش غير كده. كمان سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي قال إن كل أزمة حصلت في البلد ليها تداعياتها، والدولة بتدفع ثمن ال 450 مليار جنيه اللي خسرتهم في الفترة من 2011 ولغاية 2013. ووجه سيادة الرئيس الكلام للمواطن البسيط وقال أنت كمواطن عاوز تعيش
أنا معاك، عايز تربي ولادك أنا جنبك، عايز تشغلهم ده حقك، بس لازم نفهم الحكاية عشان يكون عندنا رؤية كاملة للي حصل في البلد. وبالتالي أنا عايز أقوله ليكوا هنا في اللي قاله الدكتور معيد، إن ده حال الدولة اللي هو إيه؟ إرادنا ده وإنفاقنا ده. طيب في جزء منه، طب نعمله إزاي؟ لابد إن إحنا نزود مواردنا. طب بس عايز أقول لكم على حاجة، وإحنا بنعمل، الدكتورة كانت بتتكلم من ضمن كلامها على الزيادة السكانية، وإحنا اتكلمنا في النقطة دي كتير وقلنا إن مصر عملت محاولات كثيرة جدا لتجاوز الأزمة دي من الخمسينات من أيام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وما نجحناش. وجينا في أيام الرئيس السادات وما نجحناش. وجينا أيام الرئيس مبارك وما نجحناش. وحتى الآن إحنا ما حققناش المعدل المطلوب. وأنا بقول لهم تصوروا لو من 2011 لغاية النهاردة كان نمونا السكاني قد عدد اللي بي يعني ثابت، يعني صفر. في دول كده؟ آه طبعا، في دول نموها ثابت وفي دول سلبي يعني أقل كمان. أنا بقول لو إحنا نمونا ثابت، الوفيات قد المواليد، يعني أنت بتتكلم في 20-25 مليون زادوا في الفترة ديت، في الفترة من 2011 للنهاردة. أنا بقول كلام معقول يا دكتور ولا؟ طيب 25 بالظبط، مش كده يا دكتور؟ 25. طيب ال 25 مليون دول يا ترى احنا مواردنا ده، احنا اساسا الـ الـ الخطين عمرهم ما قربوا من بعض، عمر الخطين ما قربوا من بعض. فتصور بقى انك انت في 2011 بتخسر 450 مليار دولار، وكأن ال 450 مليار دولار دول لما تخسرهم ما لهمش تأثير، ما لهمش ايه؟ تأثير. لا، كل أزمة هتعملها أو هتتعمل فيك هيبقى لها تداعيات. وأنا بقول الكلام ده مش ليا ولا حتى للمسؤولين لأنهم عارفينه، أنا بقوله لكل إنسان مصري بسيط ماشي في الشارع. اوعى تفتكر 2011 ل 2013 450 مليار دولار دول حددهم لنا. لا، دي الدولة بتدفع ثمنهم من ايه؟ من لحم الايه؟ الحي. وانت كمواطن عايز تعيش وانا معك، وعايز تربي اولادك وانا جنبك او احنا جنبك، وعايز تشغلهم وده حقك برضو. بس انا هنعمل ده ازاي اذا ما كناش نفهم الحكايه، حكاية ليه بلدنا طول عمرها كده 43 سنة كده؟ عايزين تخرجوا منها ولا نقعد نضحك على بعضنا ونقول كلام ما يتحققش؟ بصراحة الدكتور بيقول إن الناس جت في كوفيد من آخر 19، خدت أول 20، ابتدت تبان في العالم كله، الإقفال يتم يناير فبراير ومارس وكده لغاية 21، مش كده؟ في الوقت ده كان في 5 مليون مصري شغالين في المشروعات، صح كده؟ فكان الكلام اللي اتقال لنا يا دكتور لما عدنا القعدة ديت، أنا بقعد مع مين؟ بقعد مع ناس متعلمة متخصصة، يعني طب في كتير في مصر منهم طبعا، بس هم دول اللي موجودين معنا في المسؤوليه. لكن زمايلنا اللي موجودين في الجامعه ومفكرين في، بيبقى في اتصالات بينهم وبين المسؤولين اللي هم نظائرهم. يعني لما يكون حد في الاقتصاد اكيد هيكلم الدكتوره هاله وهيكلم الدكتور معيط، مش كده ولا ايه؟ عشان يقول له وجهه نظر، وكل الوجهات النظر بدم منطقيه وعلميه احنا هنقبلها. ارجع تاني، إذن لما جينا في الوقت ده وقلنا طب في 5 مليون، فكان الكلام طب احنا هنعمل تحفيز للاقتصاد ب 200 مليار ولا ب 150 ثم بقى 200، وهنتحمل خسائر 200 مليار يبقى 400، مش كده؟ طيب والرقم كله وصل ل 600، 600 دول جبتهم منين؟ الفترة اللي هي من 2011 ل 2013 كان في حالة من عدم الثقة، واحنا عشان نتجاوز حالة الثقة المفقودة والأمل الضايع كان أول حاجة فكرت فيها الدولة إن هي تعمل قناة السويس، وده اللي قاله الرئيس، إننا نعمل مشروع
نجمع الناس حواليه، هنفتح باب المساهمة في إنشاء هذه القناة، فالناس تحس إن هي بتعمل حاجة للبلد. وبالتالي مشروع القناة الجديدة بجانب إنه كان طبعا مشروع مهم جدا هيفيد البلد، هيساعد في زيادة دخل القناة، كان محاولة كمان لصناعة الأمل للمصريين. نرجع بقى لقناة السويس. الثقة المفقودة والأمل الضايع اللي كان بيشكل جزء من وجدان المصريين، كان أول حاجة في قناة السويس وإحنا بنعملها محاولة إن إحنا نعمل مشروع نجمع الناس عليه. متخطط، وكانت هي قناة السويس درساه وعايزة تعمله خلال السنوات اللي فاتت، صحيح. لكن أنا هقول لكم على حاجة أول مرة أقولها في العالم كده. وإحنا بنعمل ده كان أشرف سلمان، دكتور أشرف كان وزير الاستثمار، فقال لي يعني المصفوفة المالية للمشروع إحنا هنبقى نخلي بالنا، لأن إحنا يعني يعني عايزين نعمله باقتصاديات. قلت له طيب، بس أنا عايز أدي الأمل للناس. كانت الفايدة ساعتها 10.5%، صح كده؟ قلت لهم إحنا هنعلن فتح باب المساهمة في إنشاء القناة ب12% عشان تتحرك الناس وبسرعة يروحوا يحطوا فلوسهم ويقوم يحسوا إن في حاجة كبيرة هم بيساهموا فيها، ويخلص المشروع اللي ما يخلص في 3-5 سنة. ويا كامل يا وزير ربنا يكرمك، ويا كامل يا وزير ربنا يكرمك. ده ما كانش يتعمل أبدا في سنة، أبدا أبدا أبدا، ولكن ربنا سبحانه وتعالى الباني طالع، الباني طالع. كمان سيادة الرئيس وجه رسالة للشعب المصري قال فيها اصمدوا وحولوا الظروف القاسية لمنحة، وصدقوني كل ما تصمدوا كل ما هتعدي زي ما عدت أزمة كورونا. وأنا بقول لكم الكلام ده، الدكتور معيط والدكتور أهلا بيسمعوا مني الكلام ده، والدكتور مصطفى كتير، إن الموضوع البلد أكبر كتير من إن إحنا نبقى بندور على إن إحنا دولة ناجحة ولا دولة، أنا عايز أقول أني دولة، عايزين تعيشوا في أني دولة. طبعا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه كمان المسؤولين بدعوة المستثمرين ورجال الأعمال المصريين والأجانب بالاستثمار في قائمة المشروعات اللي بتحتاجها الدولة، زي مثلا صناعة الإطارات. احنا بنستورد على سبيل المثال 14 مليون إطار سيارات، بيكلفوا الدولة قد إيه؟ بيكلفوها 800 مليون دولار، وبالتالي لو أنشأنا مصنع هيوفر إنتاج في السوق المحلي، وكمان هيوفر عملة أجنبية. موضوع إن احنا مثلا ندعم أحيانا برامج زي برامج الصادرات، طب برقم أكتر من 50 و60، ممكن لو النهاردة حجم الصناعة أو حجم البضائع اللي هيتم خروجها هتحتاج أكتر من الرقم ده، دكتور مصطفى هنموله، مفيش مشكلة، لأنه في النهاية بيعمل بيزود للناتج المحلي، بيعمل لي تشغيل، بيجيب لي كمان إيرادات أخرى. وبالتالي احنا محتاجين كدولة إن احنا خلال المرحلة ديت نركز جهدنا ونقنع المستثمرين المصريين والأجانب بإن هم ييجوا يشتغلوا معانا في القائمة ديت اللي أنا بقول فيها هي مشروعات. مثال، أنت بتستورد مثلا 13.5 أو 14 مليون إطار كاوتش، مش كده؟ إطارات السيارات وكل الإطارات يعني. طيب انت دول بيكلفوا دي 700-800 مليون دولار، مش كده؟ طيب انا المصنع ده لو اتعمل في مصر يبقى هينتج الكلام ده، ويبقى انا بس هجيب مستلزمات انتاجه، هجيب مستلزمات انتاجه. الفرق بين مستلزمات الانتاج اللي بجيبها لي وبين الرقم اللي انا كنت بستوردها كامل الصناعه ممكن يوصل له 200-250 مليون دولار. يبقى انا وفرت 250 مليون دولار من بس منتج واحد، هو منتج الإطارات، وحاجات أخرى كتير زي السودا أش اللي اتكلم عليها وكلام أخر كلام آخر. إذن إحنا كدولة، إحنا كدولة، إحنا كمواطنين، إحنا كمستثمرين، إحنا كرجال أعمال
محتاجين ان الرقم ده نقدر ننهيه في اقل مده ممكنه. ولو احنا نجحنا، عشان بس الناس بتقول ايه، متى نرى ان الازمه دي بتنفرج تماما، بغض النظر عن التطورات اللي موجوده في الخارج، اللي هي موجوده في اللي رفعت اسعار الوقود ورفعت اسعار السلع الاساسيه، وايضا يمكن عملت تعقيد في سلاسل التوريد او الانتاج اللي بتمر حوالين العالم. احنا محتاجين، وانا بقولها دلوقتي لان ده موضوع احنا شغالين فيه بقى لنا 3 سنين ونص 4، ودلوقتي آن الأوان، ويمكن الأزمة اللي احنا موجودين فيها ديت أكدت إن احنا لو اتحركنا بفعالية ومهما قدمنا من حوافز للناس، لن يكافئ أبدا إن احنا نوفر الـ 25 مليار دولار دول. وفي نفس السياق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قال في كلمته امبارح في مؤتمر حكاية وطن إن الإنجازات اللي تمت في السنين اللي فاتت إنجازات غير مسبوقة وما حصلتش من قرون في الدولة دي، وأكد على أن الدول لا تتغير إلا بالوقت والتعب والشغل المستدام والتركيز على التنمية من خلال برنامج وطني طموح. شرف كبير لي ومسؤولية عظيمة أن أقف أمامكم اليوم لكي أستعرض ما قامت به الدولة المصرية على مدار أكثر من 9 سنوات من إنجازات في كل مناحي الحياة اللي تخدم المواطن المصري. إنجازات بكل المقاييس غير مسبوقة، لم تحدث من عقود، ولا أبالغ إذا قلت لم تحدث من قرون في هذه الدولة. ولكن الحقيقة كنت عشان أختار البداية، يعني الحقيقة كانت المقدمة إزاي نبدأ في قصة حكاية هذا الوطن، وبالذات إن إحنا النهاردة وإحنا في خضم الأزمة الاقتصادية العالمية واللي سببته من تداعيات وتحديات كبيرة جداً من تضخم وارتفاع في أسعار السلع، اللي خلت الدول كلها على مستوى العالم وخاصة الدول النامية ومنها مصر بتعاني النهاردة من قضايا التضخم وارتفاع الأسعار، وأصبح طبعاً لسان حال المواطن المصري النهاردة بالرغم من كل اللي هو شايفه من إنجازات بيتساءل طيب الأزمة دي هنخرج منها إزاي، والأهم هو بيسأل سؤال تاني، طب إحنا يعني النهاردة إمتى نبقى مصر تبقى دولة زي دول كتيرة بنشوفها النهاردة في العالم، وأصبحت هذه الدول أمثلة للنجاح والتقدم، ودول منها كانت في ظروفها زينا وبقت النهاردة في حالة وإحنا لسه يعني بنحاول إن إحنا كمان نجري ونحاول نلحقهم عشان نبقى زيهم إن شاء الله. فبالتالي دايماً بيتساءل المواطن المصري طب إحنا هنبقى إمتى دولة بنفس قوة اقتصادها زي دول زي اليابان ولا كوريا ولا الصين ولا الهند ولا ألمانيا ولا حتى ماليزيا اللي هي موجودة والنهاردة من الدول المتقدمة. احنا دايما عايزين نعرف حاجة مهمة جدا وعايزين نحكيها لبعض، الدول دي اللي وصلته النهاردة والشكل اللي هي بقت فيه ما وصلت لهوش في يوم وليلة، وده اللي لازم كلنا نبقى عارفينه. النهاردة إذا كانت ماليزيا الشكل الجميل اللي تحت اللي بنتفرج عليه وبنقول بلدنا إن شاء الله تبقى عايزينها تبقى زيها، ماليزيا كانت كده في 1980، دي كانت شكل ماليزيا. سنغافورة اللي هي تعتبر من أحسن الدول على مستوى العالم بدأت تجربتها سنة 59 وكانت بهذا الشكل اللي حضراتكم شايفينه قدامنا. ألمانيا تجربتها بعد الحرب العالمية الثانية بدأت من دمار شامل والنهاردة بقت رابع اقتصاد في العالم وأكبر اقتصاد في أوروبا وبقت بهذا الشكل اللي تحت، لكن فوق هي كانت كده الدولة. الصين النموذج القوي والعملاق القوي اللي داخل على الاقتصاد اللي في العالم، الصين لغاية سنة 78 كانت الصور هي دي الصين اللي فوق. الكلام ده مؤداه إن الدول دي ما بتتغيرش وما بتبقاش دولة ذات شأن في يوم وليلة، الأمور بتاخد وقت وتعب وشغل مستدام ومتواصل على مدار عقود. دولة زي سنغافورة عشان تحقق أول مراحل التنمية، سنغافورة على فكرة 5 مليون نسمة،
لكن عشان تقدر تحقق التنمية والنهضة اللي فيها قعدت أكتر من 20 سنة، عشان تشتغل شغل متواصل علشان توصل اللي هي فيه. التجارب دي كلها على الرغم من إن كل دولة منهم كان ليها اتجاه الشيوعي والاشتراكي والرأسمالي، ولكن يا فندم أجمعوا على 5 ثوابت رئيسية تجاربهم الناجحة. كيف تكون دولة ناجحة ودولة متقدمة؟ إن التنمية كانت هي الأولوية الكبرى ومفتاح حل مشكلتها. التركيز على التنمية في البداية، تنمية تنمية تنمية، مشروعات البلد لازم تقوم عليها عشان من خلال هذه المشروعات الدولة تنهض. يبقى في برنامج وطني طموح، البرنامج ده يصاغ وصيغ بسواعد أبنائها. ما جابوش مكاتب استشارية عالمية عملت لهم البرامج اللي هم يشتغلوا عليها، لأن كل دولة منهم كانت عارفة إيه هي ظروفها. احنا امبارح في حلقتنا في صباح الخير يا مصر كنا بنتكلم مع حضراتكم عن قطاع الزراعة. إيه اللي حصل في هذا القطاع الحيوي المهم خلال السنوات اللي فاتت؟ ملايين الأفدنة اللي تم استصلاحها، وده كان ناتج عن زيادة في عدد السكان بالإضافة إلى التجاوزات اللي حصلت على الأراضي الزراعية في الدلتا. امبارح رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اتكلم عن الأمن الغذائي، وقال إن الدولة ركزت على المشروعات الزراعية العملاقة زي توشكا وشرق العوينات والريف المصري والدلتا الجديدة، والنهاردة بنتكلم عن حوالي 4 مليون فدان ستضاف إلى الرقعة الزراعية في مصر. بدون هذه المشروعات تخيلوا كانت فاتورة الغذاء ستتضاعف خلال سنوات بسيطة جدا. نيجي للمحور الرابع، الأمن الغذائي. مفيش دولة لا تملك غذائها، يعني دايما بيتقال الدولة التي لا تملك غذائها لا تملك قرارها. وكانت عشان كده الدولة المصرية كان كل همها وشغلها الشاغل كيف نحقق الأمن الغذائي في هذه الفترة. واسمحوا لي يمكن أتكلم على التنمية الزراعية. إحنا النهاردة مع زيادة السكانية فاتورة الغذاء ومع ارتفاع أسعار السلع اللي حصلت في الفترة السنتين 3 اللي فاتوا تضاعفت علينا فاتورة الغذاء زي ما هعرض لحضراتكم. إحنا وصلنا النهاردة في زيادة في فاتورة الغذاء غصب عننا بسبب ارتفاع أسعار القمح والذرة وكل الحاجات دي بصورة كبيرة جدا. طيب النهاردة الدولة المصرية شغالة إزاي؟ إحنا من أول 2015 بدأت الدولة المصرية في تنفيذ المرحلة الأولى لمشروعات الاستصلاح الزراعي، وبدأنا بالمشروعات اللي كان المفروض إنها تبقى السهلة أو الأسهل اللي هي بتعتمد على سواء الري بمياه النيل أو المياه الجوفية. ولكن مع بدأنا وابتدينا نشتغل في هذه المناطق زي توشكا وشرق العوينات وكل هذه المناطق والريف المصري، النهاردة انتقلنا للموضوع الأصعب والأكثر تعقيدا وهي المرحلة الثانية، إن إحنا نعالج مية الصرف الزراعي ونرفعها ضد الانحدار الطبيعي للأماكن اللي إحنا عايزين نزرعها. وده من الناحية الهندسية من أصعب المشروعات الهندسية، لكن لا يوجد بديل للدولة المصرية غير كده عشان أستفيد بكل نقطة مية بتبقى بتصل إلى هذه الدولة. وبناء على هذه التقنية إحنا النهاردة بنستصلح الدلتا الجديدة وبنستصلح في سيناء وفي أماكن أخرى على هذه التقنية الجديدة اللي إحنا بنشتغل عليها. النهاردة إحنا بنتكلم على 4 مليون فدان بإذن الله هتضاف للرقعة الزراعية اللي في مصر. إحنا لحتى هذه اللحظة 1.7 من 10، وعندنا حوالي 2.3 من 10 أو 2.5 هيضافوا في السنتين 3 الجايين في كل هذه المشروعات. كل ده عشان نحقق أمن غذائي في دولة كل سنة بتزيد 2 مليون بني آدم. لأن لو ما تعملتش هذه المشروعات، إذا كانت فاتورة النهاردة الغذاء برقم هيتضاعف في خلال سنين بسيطة جدا. هذه هي المشروعات اللي احنا الدولة المصرية بتنفق عليها وتستثمرها. كمان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اتكلم عن دور الدولة في التنمية الصناعية، وقال في السابق لم يكن للدولة المصرية دور في سلاسل القيمة الصناعية الكبيرة، والأمر كان يقتصر على الصناعات الأولية وما فيش صناعات متطورة أو كبيرة، وعشان كده كان من المهم بناء عدد من الصناعات الاستراتيجية عشان نقدر نخفف عن كاهل الدولة فاتورة الاستيراد. في التنمية الصناعية ودايماً الكلام الصناعة فين والصناعة هي دي لازم تبقى مستقبل الدولة وإن لازم نعتمد على الصناعة. أنا عايز أقول لحضراتكم إن مصر طول عمرها مشاركتها في سلاسل القيمة على مستوى العالم في السلع الأولية. معلش أرجو ما حدش يزعل، إحنا ما عندناش صناعات المتطورة الكبيرة.
احنا عندنا نقدر نقول الصناعات الأولية والصناعات المتوسطة. عشان تبني صناعة حقيقية احنا محتاجين وقت وجهد، وده من أكتر القطاعات اللي الدولة المصرية النهاردة شغالة فيها وبتبذل فيها جهد غير عادي، لكن الموضوع بيستغرق وقت. سيادة الرئيس قال قبل كده المصنع الواحد عشان نبنيه ممكن يقعد 3 سنين أو 4 سنين عشان نبدأ بعد كده يشغله ونبدأ بعد كده نشعر بتأثير هذا المصنع، فما بالك إن إحنا محتاجين آلاف المصانع. لكن الدولة شغالة، الدولة شغالة في كل قطاعات الصناعة وعندنا رؤية واضحة إزاي هذا القطاع بيتطور. إحنا النهاردة الأراضي أتحنا أراضي، عشرات الملايين من الأراضي، وكان هناك شكاوى من المطورين، عملنا لهم الأراضي بنظم معينة وبحوكمة معينة تضمن إن الموضوع ما يبقاش تسقيع، ولكن الأهم إن يتحقق غرض التنمية اللي يبقى موجود. لكن الأهم كانت الدولة، لأن عندنا نقص حاد، كان لازم ندخل إحنا بنفسنا في عدد من الصناعات الاستراتيجية إن إحنا نبنيها عشان نخف عن الدولة مشكلة الاستيراد اللي كانت موجودة. كانت في إنتاج زي مصانع الكلور، مصانع السماد، مصانع الرخام ومواد البناء الكبيرة جداً اللي الدولة النهاردة اتعملت. موضوع الرمال السوداء اللي طول عمرنا بنسمع عليها ومحدش كان بيحاول إن هو ياخد خطوات حقيقية وجادة للاستفادة منها، النهاردة شغالين على هذا الموضوع بمنتهى القوة. أيضاً مع القطاع الخاص ومع الشراكة مع عدد كبير جداً من الناس سواء المحليين أو الدوليين بنفتح المجال وبنشتغل، لكن أيضاً بنطور زي سايلو فود في الصناعات الغذائية، مدينة دمياط للأساس، العديد من المصانع. الحاجات دي عشان تشتغل بكامل كفائتها وطاقتها برضو هتاخد لسه وقتها، لكن هو ده اللي احنا بنقول عليه، احنا اشتغلنا على هذا الموضوع. طبعا اتكلمنا مع حضراتكم عن حكاية وطن في قطاعات متعددة، زي في مثلا قطاع الزراعة، في قطاع التصنيع، دلوقتي نتكلم مع حضراتكم في قطاع العمران. بالنسبة للتنمية العمرانية، رئيس الوزراء قال انه لا بديل لمصر الا انشاء مدن جديده. ليه؟ عشان بدانا نفكر في انشاء مدن الجيل الرابع، مدن ذكيه تستوعب الاجيال الجديده. كل مدينه ليها رؤيه، مخطط ليها شكل معين. عملنا 24 حتى الان مدينه ذكيه، ومتبقي 14 هنبدا الشغل فيهم خلال الفتره الحاليه. بالنسبه للعاصمه الاداريه، رئيس الوزراء قال انه كان في 5 مواقع مقترحه لبناء العاصمه، وكل الخبراء اتفقوا على موقعها الحالي. واسمحوا لي يمكن سيادة الرئيس أنا عايز أحكي حكاية هنا. على قد ما هذا المشروع قوبل بنقد ويمكن وتشكيك في هذا المشروع، إلا إذا حضراتكم رجعتوا الأدبيات كل الخبراء المصريين بيتكلموا على حتمية نقل العاصمة بقالهم 40 سنة، وكان هناك محاولة من الرئيس الراحل السادات لإنشاء عاصمة اللي هي كانت مدينة السادات، ولم يكتب لها النجاح. في 2007 طلب من وزارة الإسكان وهيئة التخطيط العمراني في إطار تطوير القاهرة أن يتم انتخاب موقع جديد لحي حكومي جديد. أنا بتكلم في 2007، لأن كانت وصلت القناعة لازم الدولة تشيل مكان الحي الحكومي القديم ده ويبقى في مكان جديد. تم اختيار 5 مواقع، واسمحوا لي لأن هذا الموضوع يعني أنا كنت مشارك فيه بصورة شخصية كمنسق مع الخبراء اللي عملوا الدراسة، لأن كان مطلوب أنها تبقى دراسة محايدة بالكامل. فجم 4 أو 5 خبراء اختاروا 5 مواقع، واسمحوا لي أقولهم لحضراتكم. الموقع الأول موقع العاصمة الحالي، الموقع الثاني كان أن يتعمل حي حكومي في شرق مدينة نصر في المنطقة اللي النهاردة كلنا عارفينها اللي فيها مسجد المشير طنطاوي، كانت في حدود 700 فدان. الموقع الثالث كان جزيرة الوراق. الموقع الرابع كان شمال القرية الذكية على طريق مصر اسكندرية الصحراوي. الموقع الخامس كان مدينة 6 أكتوبر. ووضعت معايير لهذا الموضوع، إزاي نختار موقع لحي حكومي جديد لمصر. انتهى عمل الخبراء إن أفضل موقع هو الموقع اللي إحنا فيه. ليه؟ لأن قالوا إننا ده ممكن بيخلق إن القاهرة طول عمرها بتنمو شرقاً، بدأت من النيل وبعد كده لما اتعمل أحياء جديدة، مصر الجديدة، مدينة نصر، وبعد كده التجمعات الكبيرة اللي موجودة، فالكتلة السكانية بتاعت القاهرة طول عمرها بتنمو شرقاً، فبالتالي عايزين نستغل الحي الحكومي لما يجي يتبني يبقى نواة لتنمية جديدة شرق القاهرة الجديدة اللي هي موجودة النهاردة. البديل الثاني كان الحي
اللي هو شرق مدينة نصر الحي الحكومي، ويبقى الموضوع على قد 700-800 فدان اللي موجودين هناك. واتقال طبعا ان ده الحل الاسهل، لان الحل الاولاني كان صعوبته ان محتاج، هو صحيح ده الاحسن وده الافضل، ولكن هيبقى محتاج انفاق في بنية اساسية، والاهم ازاي الاتصالية والمواصلات، وان لازم ما ينفعش لازم يبقى معاه وسائل نقل جماعي. تم اختيار الموقع بتاع شرق مدينة نصر، وتقال ده يعني على قد إمكانية الدولة في هذا الوقت، طب على الأقل نعمله في هذا المكان، بالرغم إن كان الخبراء بيقولوا إن على المدى البعيد هتحصل نفس المشكلة مرة أخرى، ولكن طلع القرار إن نعمله. طيب وتعمل تخطيط، هل نفذنا حاجة؟ لم تنفذ الدولة أي شيء. لما جه سيادة الرئيس واطلع على هذا الموضوع قال إيه البديل الأولاني؟ البديل الأولاني اللي إحنا فيه، يبقى هو ده اللي يخدم رؤية مصر وده اللي يخدم مستقبل مصر، يبقى لازم نشتغل على الصح. طب الصح ده أصعب وهياخد وقت أكتر، لكن للدولة هو الصح. إحنا بنبني دولة، أنا مش ببص على مكسب 4-5 سنين، أنا ببص 100 سنة قدام. أيضا رئيس الوزراء امبارح قال إن الدولة أنفقت ما يقرب من 9.5 تريليون جنيه أو أقل قليلا في تنفيذ المشروعات، ولو قدرتنا تسمح بإنفاق أكتر كنا هنعمل كده، وتم توزيع الإنفاق على كل حتة في مصر وما سبناش مكان في مصر إلا ووصلته التنمية. الدولة المصرية عشان نتنفذ يبقى لازم أوفر استثمارات. في فترة الدولة كانت بتعاني زي ما بنقول من كل التبعات اللي موجودة. الدولة المصرية أنفقت وبتنفق في خلال هذه الفترة أكتر من 9.4 تريليون جنيه عشان تنفذ هذه المشروعات. كانت أحد أهم أوجه النقد بعد ما حصلت الأزمة الإفراط في تنفيذ المشروعات، والدولة بتفرط في تنفيذ المشروعات بتاعتها. أنا عايز أقول لحضراتكم لما نيجي نجمع الناتج المحلي الإجمالي بتاع مصر على مدار 9 سنين ونشوف نسبة الإنفاق دي اللي هي 9.4 منه، إحنا بنتكلم فقط في حوالي 22% من الناتج المحلي. إحنا قلنا قبل كده الدول عشان تعمل نهضة بتشتغل ما بين 20-40%، يعني إحنا لسه في الحد الأدنى. ولو كانت قدراتنا كدولة قادرين إن إحنا ننفق أكتر كنا هننفق أكتر في هذه الفترة، لو إحنا بنتكلم بجد عشان نبني بلد. إنما الاستثمارات دي اللي أميز هذا الموضوع إنها لم تكن مركزة في مكان واحد، اتوزعت على كل حتة في مصر، وفي كل مكان نفذنا فيه عمليات التنمية، ولم نترك جزء في مصر ما مطالتوش إيد التنمية. مشاهدينا نروح لفاصل سريع ونرجع من بعد نكمل حكاية وطن. برحب بحضراتكم وبصبح على حضراتكم من جديد في برنامجكم صباح الخير يا مصر، وخليني أطمن حضراتكم النهاردة على حالة الطقس المتوقعة. هيئة الأرصاد تتوقع أن النهاردة الطقس هيكون مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والواجهة البحرية والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. في النهاردة انخفاض في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 3-4 درجات مئوية، وهيكون مصحوب بسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من الوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد وجنوب الصعيد. أمطار ضعيفة على القاهرة الكبرى. خلونا نتعرف بالتفاصيل أكتر عن الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير دكتور منار. صباح الخير على حضرتك أستاذة فاطمة، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك وصباح الخير على حضرتك، وخلينا نطمن ونطمن السادة المشاهدين على أحوال الطقس النهاردة. احنا طبعا نطمن كل السادة المشاهدين، احنا اليوم الأجواء هتكون أجواء خريفية بامتياز، هيأثر علينا امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، هيعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة اللي هتحجب جزء من أشعة الشمس على مدار اليوم، فبالتالي هيساعد على انخفاض درجات الحرارة. انخفاض درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3-5 درجات في معظم محافظات الجمهورية بعد الارتفاعات اللي كنا بنشوفها خلال الأيام الماضية. الأجواء خلال فترات النهار هتكون أجواء مائلة للحرارة على القاهرة الكبرى، محافظات الوجه البحري، شمال الصعيد، أجواء معتدلة تماما على السواحل الشمالية، المحافظات المطلة على البحر المتوسط،
صفقة شديدة الحرارة على محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء ده فترات النهار وتحديدا فترة الظهيرة، لكن مع غياب أشعة الشمس ودخولنا في فترات الليل طبعا هيحصل انخفاض في درجات الحرارة وهيكون ملموس ومحسوس أكثر فترات الليل المتأخر وفترات الصباح الباكر، لأن الصغرى كمان هتنخفض فترة الليل وتكون ما بين 23 و 22 درجة مئوية. أجواء لطيفة تماما فترات الليل في معظم محافظات الجمهورية، خاصة كمان مع وجود نشاط نسبي للرياح. نشاط الرياح ده هيساعد بشكل كبير على عدم إحساسنا بأي نسب رطوبة ويساعد على إحساسنا أكثر بانخفاض درجات الحرارة. طبعا فرص الامطار مع وجود السحب المنخفضه والمتوسطه موجوده في معظم محافظات الجمهوريه، لكن كلها فرص امطار خفيفه على السواحل الشماليه، الوجه البحري، القاهره الكبرى، مدن القناه، محافظات شمال الصعيد، كمان في اقصى جنوب البلاد والصحراء الغربيه، لكن كلها فرص امطار خفيفه غير مؤثره تماما على اي اعمال انشطه يوميه. كنا دائما بنتحدث دكتور منار ان وجود امطار قد تكون رعديه في السواحل الشماليه فقط، لكن امبارح لاحظنا ان سقوط امطار خفيفه في مناطق مختلفه من القاهره الكبرى. هل نتوقع ان سقوط الامطار هيكون مستمر معنا في الفتره القادمه، وهل هيكون بنسبه ضعيفه ام لا؟ هو طبعا سقوط الامطار هيختلف يوميا من محافظه لمحافظه، يعني بعض المحافظات هتشهد، بعض المحافظات الاخرى لا، من يوم ليوم اماكن سقوط الامطار هتختلف، لكن مجمل الامطار على مدار هذا الاسبوع كله هي امطار خفيفه مش هتاثر تماما على اعمال الانشطه اليوميه. هنشوفها اليوم في القاهره الكبرى ويمكن كمان مع منتصف الاسبوع ممكن تتكرر مره اخرى، لكن مجمل امطار الاسبوع ده كلها مش هتاثر على اعمال الانشطه اليوميه او الاعمال الدراسيه. السبوره المائيه هتظل موجوده معانا فتره الصباح الباكر ساعات الليل متاخر على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، لكن مش هتكون بنفس الكثافه اللي احنا شفناها الايام الماضيه بسبب وجود المنخفض الجوي فترات الليل والنهار، فبالتالي نسب الرطوبه مش هنحس بيها بشكل كبير، فبالتالي في شبوره مائيه لكن مش هتاثر كمان على حركه المرور تماما. مهم بس جدا ان احنا ناخد بالنا بقدر الامكان، لازم القياده تكون بهدوء تام فترات الصباح الباكر. مهم كمان ان احنا في فصل الخريف، فصل التقلبات الجويه الحاده والسريعه والتغير في خرائط الطقس، ان احنا نتابع النشرات الجويه أكيد. لكن الحمد لله الاحوال الجويه مستقره تماما، الاجواء الخريفيه وانخفاض درجات الحراره مكمل معانا حتى نهايه الاسبوع على الاقل باذن الله. اشكرك شكرا جزيلا الدكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه، شكرا جزيلا لك. دلوقتي هنروح نتابع مع حضراتكم درجات الحراره المتوقعه، والبدايه دائما من القاهره العظمى 31، الصغرى 23، العاصمه الاداريه 31-23، اسكندريه 29-22، العلمين الجديده 29-22، مطروح 28-21، العظمى في دمياط 30، الصغرى 24، بورسعيد 30-24، اسماعيليه 33-23. بالنسبه لي السويس 33-23، العريش 31-24، كاترين 29-15، طابه 30-24، حلايب 35-26، شلاتين 39-27، شرم الشيخ 38-28، الغردقه 38-27. بالنسبه للفيوم 33-23، بني سويف 33-22، الوادي الجديد 40-27، اسيوط 35-22، سوهاج 39-23، هنا 41-27، الاقصر 43-27، اسوان 43-29. عودة للزملاء لاستكمال باقي فترات صحة. شكرا لك يا فاطمة. الدولة نجحت بشكل كبير في خطة الإصلاح الاقتصادي اللي اتعملت في 2016 وكان ليها نتائج إيجابية، سواء فيما يتعلق بمعدل النمو أو حجم التشغيل، وكمان تراجع معدلات البطالة وزيادة الاستثمار. لكن طبعا مما لا شك فيه بعد أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، العالم كله تأثر بأزمة اقتصادية كبيرة جدا، ومصر جزء بطبيعة الحال طبعا من هذا العالم. عشان كده الدولة خدت إجراءات استباقية لتخفيف أثار الأزمة على المواطنين الأولى بالرعاية، وفي نفس الوقت دعم وتشجيع الصناعة والاستثمار. إجراءات كثيرة اتخذتها الحكومة للتعامل مع الوضع الاقتصادي الذي تأثر بما حدث في البلاد منذ عام 2011، حيث ارتفع التضخم والبطالة وتواضعت معدلات النمو الاقتصادي. وفي عام 2016 أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن برنامج إصلاح اقتصادي يهدف إلى تحسين المؤشرات الاقتصادية، وبدأت أثاره الإيجابية تظهر بشكل واضح على معدلات النمو والتشغيل والاستثمار.
ولكن في عام 2020 تضرر الاقتصاد المصري بشدة جراء وباء كورونا، وهو ما استدعى التدخل بإقرار مجموعة من القرارات الاقتصادية العاجلة، من بينها تخفيض الفائدة على الودائع وإطلاق حزمة من الإجراءات لدعم الشركات وتشجيع الاستثمار والتصدير. وفي الوقت الذي أثرت فيه الأزمة الروسية الأوكرانية على خارطة العالم الاقتصادية وشكلت العديد من التحديات على مختلف الأصعدة، تأهبت الدولة المصرية بكافة قطاعاتها مسرعة في وضع حلول استباقية للتداعيات والانعكاسات السلبية والسيناريوهات المحتملة، وذلك من خلال اتخاذ حزمة من الإجراءات لتخفيف آثار تلك الأزمة بمختلف جوانبها على المواطنين وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً، مع وضع التدابير والسياسات المالية والنقدية اللازمة لضبط الأسواق وضمان توافر السلع الاستراتيجية واستقرار أسعارها. هذا إلى جانب تقديم حزم تحفيز مالية لتحسين أداء مختلف القطاعات ومرونة وجاذبية بيئة الأعمال والاستثمار، بما يسهم في تعزيز بنية الاقتصاد القومي. دلوقتي مشاهدينا معاد موجز لأهم الأخبار مع فاطمة. شكرا لك شاذلي. 8 صباحا بتوقيت القاهرة، 5 بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي جلسات مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز، والذي يعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة بمشاركة وزراء وسياسيين وشباب وإعلاميين وممثلين عن جميع فئات المجتمع وأطيافه المختلفة والخبراء والمتخصصين في شتى المجالات. وشهد اليوم الأول للمؤتمر عقد جلسات مهمة ركزت على محوري الاقتصاد والطاقة. هذا وتتواصل اليوم فعاليات المؤتمر بانعقاد جلستين معنيتين بالمشروعات القومية والبنية التحتية، بالإضافة إلى الأمن المائي والغذائي. دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي المواطنين إلى مواصلة مسار الإصلاح والتنمية والبناء. وخلال افتتاحه جلسات مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز، أوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الطريق لا يزال طويلا في مسار العمل الجاد وبذل الجهد والمثابرة. كما أضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة عملت على المجال التنموي بالتوازي مع مكافحة الإرهاب والشائعات، لافتا إلى أن محاولات الافتراء خلال 10 سنوات كانت تستهدف خلق حالة من عدم الثقة. يبدأ مجلس النواب اليوم دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني، ويعقد المجلس جلسة افتتاحية تشهد تحديد موعد تلقي الرغبات في تعديل عضوية اللجان النوعية. كما سيحدد المجلس إجراءات انتخابات اللجان، فضلا عن إعلان قوائم تشكيل اللجان وفتح الباب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات. استقبل محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي بديوان عام المحافظة بالعريش، قبيل انطلاق زيارة ميدانية يقوم بها الوزير لعدد من المنشآت في شمال سيناء. وتضمنت الزيارة تفقد الأنشطة الرياضية داخل قرية الظهير، والاطلاع على مجموعة متنوعة من الأنشطة التي تنفذها الإدارات المركزية بالوزارة بشمال سيناء. بدوره ثمن المحافظ دور الوزارة في دعم الشباب ببرامج ومشروعات متكاملة للنهوض بهم. طالبت كوسوفو صربيا بسحب قواتها من الحدود المشتركة بينهما، مؤكدة استعدادها لحماية وحدة أراضيها. يتصاعد التوتر بين البلدين منذ اشتباك شرطة كوسوفو مع نحو 30 صربيا مدججين بالسلاح اجتاحوا قرية بانيسكا في كوسوفو وتحصنوا في أحد الأديرة، ما أسفر عن مقتل 3 من المهاجمين وضباط شرطة. تبنى مجلس الشيوخ الأمريكي إجراء طارئا يتيح مواصلة تمويل الإدارة الفيدرالية مؤقتا لمدة 45 يوما. وقبل ساعات فقط من الإغلاق الحكومي، أقر مجلس النواب الأمريكي نصا في محاولة أخيرة لتجنب توقف العمل الحكومي قبل أن تتم الموافقة عليه من جانب 88 عضوا في مجلس الشيوخ مقابل رفض 9 أعضاء. تم
تأهل فريق كرة القدم الأول بنادي الزمالك لدور المجموعات في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وذلك بعد فوزه بأربعة أهداف مقابل هدف واحد على ضيفه أرتسولا الجيبوتي في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي في إياب دور الـ32، وتقدم أرتسولا سولار عن طريق ورسام حسن، فيما رد الزمالك برباعية عن طريق كل من يوسف أوباما وشيكابالا وزيزو وحمزة المثلوثي، لينجح الزمالك في تعويض خسارته في لقاء الذهاب بهدفين ذهابا ويتأهل لدور المجموعات. نهاية موجز الثامنة من التلفزيون المصري، عودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر، لكن بعد هذا الفاصل. أهلا بحضراتكم. امبارح رئيس الوزراء قال ان الرئيس عبد الفتاح السيسي اطلق حزمه كبيره من الاصلاحات لدعم وتشجيع قطاع الصناعه، ومن بين الاجراءات دي فرض رسوم جديده وتعليق الضريبه العقاريه على المصانع لمده 3 سنوات واطلاق مبادره لدعم القطاعات الصناعيه والزراعيه بفائده 11%. بكل تاكيد منها في مجموعه كبيره من التسهيلات الدوله قدمتها لدعم هذا القطاع الحيوي المهم، هو قطاع الصناعه. هنتعرف عليها من الاستاذ عمرو فتوح نائب رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال. صباح الخير عليك يا فندم. صباح الخير يا فندم. يا أهلا بحضرتك. طبعا احنا عندنا تفاصيل كتيرة وعايزين نتكلم فيها مع حضرتك، الخريطة الصناعية، المجمعات الصناعية للدولة عملتها، لكن هنبدأ بالتسهيلات. إيه هي من وجهة نظر حضرتك أهم التسهيلات اللي قدمتها الدولة لدعم هذا القطاع الحيوي المهم وهو قطاع الصناعة؟ هو انا عايز ابدا بحاجه برضو ما اتذكرتش امبارح، ان احنا في بدايه ولايه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اتقدم 100 مليار للمشروعات الصغيره والمتوسطه، ان الشباب يقدر يبتدي ياخد منها يمول مشروعاته وخطوط الانتاج كانت بفايده 5%. وبعد كده تم ضخ 100 مليار تانيين. يعني يمكن الموضوع ده ما اتذكرش امبارح، لان مع ان الموضوع ده مهم جدا، لان انا بعتبر في العشر سنين اللي فاتوا ما فيش دوله قدمت مبادره بالشكل ده. يمكن كنا حابين ان احنا نستغلها بشكل اكبر، كان يبقى في خطه واضحه للدوله المصريه ايه الصناعات اللي احنا محتاجينها واللي احنا بنستوردها من بره. ولكن يمكن ده مؤخرا سياده الرئيس في تعقيبه امبارح في جلسه الصناعه قال ان احنا هنبتدي نركز على صناعات بعينها، وطرح 151 صناعه امبارح اللي احنا هنبتدي بنقول ان احنا الصناعات دي مش موجوده عندنا واحنا محتاجين نصنعها عشان نوفر عمله اجنبيه ونبتدي نقلل الفاتوره الاستيراديه بتاعتنا. انا شايف ده من اهم التسهيلات اللي اتقدمت، لان ده كمان بيمس المشروعات الصغيره والمتوسطه وبالاخص الشباب، لان انا واحد من الشباب اللي استفاد من هذه المبادره. عظيم. وقدرت ازود خطوط انتاجي، ودي حقيقه وواقع. وانا حتى مستغرب امبارح ان لم يشير لها احد في المؤتمر. انا شايف ان ده من اهم التسهيلات اللي اتقدمت. يمكن كان عتابنا بس ان احنا كنا محتاجين خطه واضحه، اعتقد بدانا نبتدي نحط خطه واضحه، والسيد الرئيس شرح النقطه دي امبارح ان احنا هنبتدي نركز على ايه الصناعات اللي الدوله المصريه محتاجاها ومحتاجين احنا نصنعها وبنستوردها ولا تصنع في مصر. وده كان من ضمن طلباتنا الرئيسية وتوصياتنا الرئيسية في الحوار الوطني وما قبله، واعتقد ان احنا يعني ده بداية الطريق الصحيح ودعم للصناعة. بالنسبة بقى للضرائب العقارية ويعني والضرائب العامة بشكل عام، يمكن ال 51 صناعة اللي السيد الرئيس اتكلم عنهم امبارح دولت اللي هيبقى عليهم يعني ما عليهمش ضرائب عامة، وده شيء جيد جدا بحيث ان احنا نشجع مصنعين ومستثمرين جدد ان هم يدخلوا في هذه الصناعات. الضريبة العقارية يمكن هي معلقة
مطلقة لمدة 3 سنين هو شيء جيد، بس أنا أتمنى أن هي مفيش حاجة اسمها ضريبة عقارية على المصانع، أتمنى أن هي تلغى تماما، لأن المصانع دي مؤسسات وهيئات بتنتج وبتشغل ناس وبتصدر، فإحنا محتاجين نخف الأعباء من عليها، مش عشان المصنع يحط حاجة في جيبه، بل بالعكس احنا محتاجين نخف الاعباء عشان اخفض المنتج بتاعي، اقدر اصدره بره، اقدر انافس في الاسواق اللي حواليا، بحيث ان انا اجيب عمله اجنبيه واتوسع واشغل شباب واشغل ناس معايا، وبدل ما يكون عندي مصنع يبقى عندي 2 و3 وهكذا. اكيد. طيب لو جينا بقى اتكلمنا عن الفرص الاستثماريه المتاحه في مجال الصناعه، نقدر نقول ايه المتاح دلوقتي وما زال بكر والناس تقدر تقبل على الاستثمار فيه؟ احنا عندنا صناعات كتير في مصر للاسف احنا ما بنصنعهاش وبنستوردها من بره، محتاجين زي ما سياده الرئيس اشار امبارح، محتاجين ان احنا نركز ونبتدي نحط هذه الصناعات في قائمه واضحه ونطرحها لكل المستثمرين الصناعيين، سواء مستثمرين محليين او مستثمرين من الخارج، بحيث ان احنا بنقول انت عندك بوتنشال عالي قوي في هذه الصناعات، تقدر لما تخش في هذه الصناعات تقدر عندك سوق كبير، المنتج اللي هيطلع من هنا هيعتبر بايع نفسه، لان احنا ما عندناش بديل ليه، احنا بنستورده. انا كمان اقدر عايز اوجه للرساله للشباب ان احنا عندنا حاجه اسمها مستلزمات انتاج وصناعات تكميليه في المصانع. انا محتاج ان كل شاب يبتدي ياخد ويسيرش، وانا اتمنى طبعا ان الحكومه تعمل ده في قائمه، بس انا اتمنى ان كل شاب ياخد هذه الصناعات التكميليه ومستلزمات الانتاج ويبتدي يصنعها. دي بتبقى حاجه صناعات صغيره، المصانع والكيانات الكبيره اللي زي حالتنا بتبقى محتاجاها، ده بيبقى مشروع مضمون جدا ان انت تصنعه، فانت عندك العميل الجاهز بتاعه ويبقى كيان كبير وشغال بالفعل، وده كمان هياثر معانا ان احنا نعمل تعميق للصناعه المصريه. يمكن كتير من شبابنا بيبقى خارج نفسه يعمل مشروع مش عارف يعمل ايه بالظبط، كمان بيقابل المشكله التمويل. انا النهارده لما اعمل صناعات تكميليه او مستلزمات انتاج مش هيقابلك مشكله في التمويل قوي، لان المشروع بتاعك هيبقى ناجح بالفعل، لانه موجود العميل بتاعك، السوق بتاعك موجود، اعتقد الجهات التمويليه هتكون بتساعدك، عندنا جهاز تنميه المشروعات، عندنا مبادره ابدا، عندنا اكتر من حاجه نقدر دلوقتي تعمل لنا سبورت، بس يكون في بلان واضح لايه الصناعات المصريه وايه مستلزمات الانتاج والصناعات التكميليه اللي احنا محتاجينها. انا بقى محتاج كدوله ان احنا نبتدي نركز على صناعه المواد الخام. صناعه المواد الخام وبسبب الازمه العالميه اللي بتحصل وسلاسل الامداد، احنا محتاجين نركز على صناعات المواد الخام، دي مشروعات بتبقى كبيره، يا اما الدوله اللي تعملها يا اما نجيب شركات كبرى نعملها بالشراكه مع الدوله المصريه، بحيث ان انا ما احتاجش ان انا استورد ماده خام من بره، هوفر رقم كبير جدا من العمله الاجنبيه، كمان هبتدي اوفر في تكاليف المنتج بتاعي، هقدر اصدره وهقدر انافس، والاهم من كل ده ان المستهلك المصري هتكون السلعه بسعر اقل بكتير من اللي بيحصل حاليا، لان احنا لما بنستورد طبعا السعر بيبقى عالي جدا، بيتحكم فينا في السوق بعض الناس اللي ضمايرها يعني ما عندهمش اي نوع من انواع الدعم او الضمير، لان هو بيتحكم في السلعه وبيخزنها، وطبعا بيتحجج ان التكلفه عاليه بسبب العمله الاجنبيه، يبقى ما فيش حل غير الصناعه المصريه. طيب. عظيم جدا استاذ عمرو، بما اننا بنتكلم دلوقتي عن الخريطه الصناعيه بنشوف ايه الصناعات اللي احنا نقدر نشتغل فيها، ايه الصناعات اللي احنا نجري عشان نوطن هذه الصناعه عندنا، نقلل فاتوره الاستيراد، نعمل قائمه بالصناعات. أنا عايز أعرف من حضرتك إيه أهم وأبرز الصناعات اللي إحنا بالفعل متميزين فيها ونقدر ندعمها خلال الفترة اللي جاية عشان نزيد من إنتاجيتها، وبالتالي زي ما قلنا نقلل فاتورة الاستيراد. هقول لحضرتك احنا عندنا صناعات كتير جدا متميزين فيها، في صناعات مواد البناء، في بعض الصناعات الهندسيه، عندنا في صناعات زي الزجاج احنا متميزين، في صناعات كتيره جدا مصر متميزه فيها. انا كل اللي محتاجه يا فندم ان انا
اعمل سبورت لهذه الصناعات القائمه بالفعل، وكل مصنع بيصدر لازم احطه في عين الاعتبار. اي طبعا. مصنع مصري بيصدر معنى كده ان هو عنده منتج جيد جدا، معنى كده ان هو بيجيب لي عمله اجنبيه، معنى كده ان هو بيشغل لي ناس وقابل للتوسع. فانا محتاج ان انا اعمل سبورت واشوف المصانع دي ايه العبء اللي عليها الحالي وابتدي يعني اخفضه. لازم يكون كل جهات الدوله في الفترة اللي جاية، واعتقد دي كانت اشارة واضحة من السيد الرئيس امبارح، بس انا محتاج المسؤولين يشتغلوا على كده. اعتقد ان ده دور برضو بتقوم بيه مبادرة ابدأ خلال الفترة اللي فاتت. ما انا اشرت ليها في الاول، انا قلت حضرتك عندنا حاجة مهمة جدا اسمها مبادرة ابدأ، هي بتعمل سبورت قوي جدا، وهي النهارده بتساعد كل ما هو مصنع سواء عايز يدخل في الصناعه او سواء هو موجود بالفعل. انا محتاج اعمل سبورت للمصانع اللي موجوده. احنا متميزين في صناعات كتيره جدا بتصدرها لبره، واحنا مش بنقول كلام تجاري، احنا فعلا عندنا صادرات مصريه بتشرف بس للاسف احنا عندنا عقده الخواجه يعني. ودي رساله يمكن يعني اوصلها للساده المشاهدين، يعني أرجوكم إحنا عندنا صناعات مصرية قوية جدا، وشجعونا حتى لو عندنا مشاكل هنطورها. طول ما أنت بتشجعني وبتستخدم المنتج بتاعي أنا هطور من نفسي وهوصل لكواليتي وجودة يمكن أنت ما بتحصلش عليهم من بره. لأن للأسف الشديد أنا متذكر كلمة مهمة جدا للسيد الرئيس في مؤتمر اسكندرية، إن معظم المنتجات اللي بتجينا من بره هي منتجات ليست جيدة وماهيش بالمواصفات اللي احنا نستحقها كشعب. اسمها مستورد فقط وغالي. بالظبط. فانا محتاج ان انا ادعم كل ما هو مصنع مصري وادي له سبورت. محتاج ان جميع الوزارات تبتدي تعمل سبورت لوزارة الصناعة، ونقعد على ترابيزة واحدة ونتكلم، نقول أنا محتاج من وزارة المالية كذا، أنا محتاج من وزارة الاستثمار كذا، بحيث إن يبقى في خطة واضحة. يعني زي ما السيد رئيس الوزراء اتكلم امبارح قال إحنا عندنا خطة واضحة، أتمنى إن الخطة دي تكون معلنة أو من خلال التوصيات اللي إحنا قدمناها اللي السيد الرئيس امبارح خد منها. وانا يعني انا يمكن هي دي النقطه المضيئه اللي انا بشير ليها امبارح، انا بنادي بيها بقالي فتره، وانا بشكر سيادته جدا لان احنا كده ابتدينا نركز في الصناعه. كون ان احنا بنقول احنا محتاجين هذه الصناعات، اذا انا وهدي لها كل الدعم، هديها ارض صناعيه، والسيد الرئيس قال انا محتاج ادي اكتر كمان حوافز اكتر وهشيل من عليها ضرائب. انا بس محتاج بقى حاجه مهمه قوي من ضمن التوصيات، انا محتاج ادي دفعه قويه للشباب واقول اي حد هيستورد خط انتاج مش هشيله اي رسوم عليه. اي حد هيجيب خط انتاج هشيله على راسي. اي واحد هيستورد مكنه من بره عشان يصنع ويفتح مصنع ويصدر ويشغل ناس انا مش محتاج منه حاجه. بس الموضوع ده مهم جدا ومقترح مهم، لكن اعتقد انه يمشي في اطار الحوار الوطني، بحيث زي ما حضرتك ذكرت انه كل المؤسسات المعنيه بهذا الامر تكون موجوده بتتكلم بالزبط. تشوف امكانيه تنفيذ ده من عدم. مظبوط. بالظبط فعلا كده. طيب ده له علاقه بالرخصه الذهبيه؟ اكيد. بص، الرخصه الذهبيه خطوه جيده جدا، بس انا محتاج ان كل الرخص تبقى ذهبيه. يعني انا بتمنى وبناشد. طب ما تخلينا نعرف ايه هي الرخصه الذهبيه للي مش متابع. بص، الرخصه الذهبيه ان انا النهارده برايح اتقدم على مشروع صناعي. الاول انا كنت بلف على معظم مؤسسات الدوله واطلع من مكان لمكان عشان ابتدي اخد هذه الرخصه. انا حاليا باخد الرخصه دي من مكان واحد بس، و في فترة زمنية قليلة جدا. احنا كان عندنا مشكلة ان احنا لما بنيجي ناخد رخص ذهبية كنا بنروح اماكن كتيرة، وكان ممكن بتقعد باربع شهور والخمس شهور والست شهور. دلوقتي المشكلة ديت احنا حليناها بشكل كبير، لان السيد الرئيس وجه بيها في مؤتمر الصناعة لو نفتكر في شهر 10 اللي فات اللي كان في عامله اتحاد الصناعات، وبالفعل نقطة مضيئة جدا، بس هي كانت اتعملت للصناعات الاستراتيجية.
استراتيجيه، يعني الصناعات اللي هي الكبيره. انا بقى بطالب برضو من خلال حضرتك ان الرخصه الذهبيه تبقى على كل الصناعات، وبالذات الصناعات الصغيره والمتوسطه، لان انا بشجع شبابنا وبشجع اي مستثمر برضو داخل في صناعه متوسطه ان هو يبتدي يجي يتقدم وما يقلقش ان احنا بنتاخر، او يبتدي يلف على مؤسسات الدوله مؤسسه عشان يبتدي ياخد تصريح او موافقه من هنا. الرخصه الذهبيه شيء عظيم جدا محتاجينه، يبقى على كل المصانع. ومحتاج حاجه كمان، اي مصنع قائم بيجدد الرخصه بتاعته ما توقفوش، جدد بسرعه. هو بالفعل مصنع قائم، يبقى موجود وحده كامله في وحده كامله في هيئه التنميه الصناعيه للمصانع اللي بالفعل قائمه. لان انا النهارده لما الرخصه بتاعتي بتتاخر انا بتاخر في التصدير، بتاخر على العملاء الاجانب اللي عندي، وبالتالي بيتاخر عليا العمله الاجنبيه اللي انا في احتياج ليها. نقطه كمان تم الاشاره ليها امبارح في الاراضي الصناعيه. انا من وجهه نظري انا مش شايف ان احنا عندنا ازمه في الاراضي الصناعيه. احنا عندنا ازمه في سوء توزيع الاراضي الصناعيه، يعني الاراضي الصناعيه بتروح لمين؟ فطبعا لازم يكون في اشتراطات واضحه ان الاراضي تبقى مضمونه ان هي تروح للمصنع، لان للاسف بتروح لغير المصنعين. زي ما سياده الرئيس قال امبارح، انا بحاول ان انا اعمل حوكمه عشان امنع تسقيع الاراضي وزودت في الاراضي عشان ما يبقاش في حجه ان حد بيقول ان احنا ما عندناش اراضي صناعيه. فموضوع الاراضي الصناعيه انا شايف ان احنا في اراضي صناعيه، بس كل القصه ان يبقى في اليه ان هي تروح للمصنع. وانا بقترح اقتراح برضو مهم من خلال حضراتكم، ان عندنا مصانع كتير وعندنا شباب كتير مأجر المصانع، يعني واخد مصانع بالإيجار. أنا عندي قائمة واضحة بيهم ومعاهم رخصة تشغيل بالفعل في هيئة التنمية الصناعية. إيه المانع إن أنا أبتدي من بكرة أعمل مبادرة لكل الناس وكل الشباب اللي مأجر مصانع، هقول له تعالى هديك بالأمر أرض صناعية وابتدي ابنيها وابتدي وفر الإيجار اللي أنت يلا يا أستاذ عمرو ادعو لمبادرتك، وأعتقد إن سيتم الاستجابة ليها فورا. كل الشكر ليك الأستاذ عمرو فتوح نائب رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال. طيب دلوقتي هنتكلم مع حضراتكم عن موضوع غايه في الاهميه، وكان في جلسه مهمه جدا امبارح حضرها الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والمهندس طارق الملا وزير البترول. نتكلم عن انتاج مصر من الطاقه. مصر خدت خطوات كبيره جدا فيما يخص التحول للطاقه الجديده والمتجدده، وده ليه انعكاس كبير جدا على توفير الطاقه وفي نفس الوقت الحفاظ على البيئه ومواجهه التغيرات المناخيه. خلينا نعرف اكتر او نتعرف اكتر على اهميه مشروعات الطاقه المتجدده من دكتور ماجد كرم الدين محمود المدير الفني للمركز الاقليمي للطاقه المتجدده. صباح الخير عليك يا دكتور، اهلا وسهلا. صباح الخير يا فندم، اهلا بحضرتك. بدايه خلينا نتعرف اكتر على ازاي تم انشاء محطات الطاقه المتجدده في مصر، وكان الهدف منها ايه واهميتها؟ والله محطات الطاقة المتجددة في مصر قصة نجاح كبيرة لكل مصري أن يفخر فيها، وهذه القصة بدأت بعدد من المشروعات في يعني على ساحل البحر الأحمر في مجال طاقة الرياح. ولنا أن نعلم أن من أوائل مواقع المشروعات الكبرى هي منطقة الزعفرانة، اللي كانت زي ما حضراتكم تعرفوا واحدة من الأماكن اللي كان فيها حرب خلال الفترة من 67 ومن بعدها إلى أواخر السبعينات. وهذه المنطقة كان منطقة حتى لو تعرفوا كان فيها مخلفات حروب وألغام وغيره، وتم يعني العمل عليها لتطهيرها بالتعاون مع الجيش المصري العظيم، وتم من خلال وزارة الكهرباء وكوادرها وهيئة الطاقة المتجددة بتشعينات تجهيز الأراضي، وتم عمل الطرق وتم إنشاء أول محطات رياح منذ ذلك الوقت، وابتدت العجلة تدور تدريجيا. كان معظمها لغاية 2014 مشروعات حكومية بتمويلات من شركاء التنمية الدوليين. والحقيقة ده كان الناس المتخصصين اللي بيشتغلوا في المجال من 30 سنة زي كانوا زعلانين شوية، لأن احنا كنا شايفين ان في فرصة للقطاع الخاص انه يتوسع في مجال الطاقة المتجددة. الحقيقة من 2014 حصلت نقلة نوعية. هذه النقلة النوعية مهمة. رقم واحد، الدستور المصري أسس ان الطاقة المتجددة جزء من مزيج الطاقة بتاعنا. رقم اثنين، تم عمل بعض اللي هنقول القوانين والتشريعات المهمة جدا 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 اللي فتحت الباب لدخول القطاع الخاص. وأثمرت هذه القوانين والتشريعات واللوائح التنفيذية، وإن قطاع الكهرباء الحقيقة تحرك بجدية فيها،
إن دخلت عدد من المشروعات، يمكن بنفتكر كلنا مشروع بنبال للطاقة الشمسية اللي كلنا تحدثنا مع حضراتكم مرارا وتكرارا عنه، إن واحد من أهم المشروعات في المنطقة، إنما ما وقفناش عنده، وبقى فيه بقى مشروعات في كوماندو وفي أراضي جديدة متخصصة مشروعات جديدة، وغير مشروعات جبل الزيت في طاقة الرياح وغيرها. مصر وصلت تقريبا حاليا ل 20% من الحمل الأقصى بتاعها طاقة متجددة، أكتر شوية يمكن الحمد لله، وده كان الهدف اللي مصر حطته في 2008. فالهدف مصر الحمد لله حققته برغم وجود ثورتين وبرغم وجود أزمة زي أزمة كورونا وبرغم وجود مشاكل اقتصادية عالمية كلنا بنلمسها أثرت علينا طبعا داخليا. لماذا الطاقة المتجددة؟ أمر بديهي، أولا يمكن دوافع العالم في تحول الطاقات المتجددة كان أصلها هو التغير المناخي، ولكن وضح للعالم أهمية الطاقة المتجددة في تحقيق أمن الطاقة. وأمن الطاقة هنا أن الطاقة المتجددة بالاعتماد عليها بتوفر ان احنا نحرق الوقود التقليدي، الوقود الاحفوري اللي بنتكلم بقى على الغاز الطبيعي، بنتكلم عن المشتقات النفطيه وغيرها، وبالتالي بتجنب حرقها احنا بنوفر عوائد للدوله وبنعمل فرصه بديله للاستفاده من هذا الوقود، وبالذات في صناعات زي صناعه البتروكيماويات او حتى اذا كان اسعار التصدير التفضيليه فنستفيد بيها. وبالتالي الطاقه المتجدده من اهم عناصرها انها موفر لاستخدام الوقود التقليدي، وبالتالي كمان بتسهم في تحسين الصحة نتيجة ان احنا بنخفض الانبعاثات وغيره اللي طالعة اللي كانت الملوثات اللي موجودة في الجو، وبالتالي احنا مش بس بنأثر في مكافحة التغير المناخي بخفض انبعاثات ثاني اكسيد الكربون وما يطلق عليه غازات الدفيئة والاحتباس الحراري، ولكن ايضا احنا بنسهم في حياة افضل للمواطنين. جنب ده وده الحقيقه وحاجه نفخر بيها جميعا فرص العمل اللي بتولدها مشروعات الطاقه المتجدده، واذا عرفنا ان مثلا زي ما اتكلمنا عن مشروعات الطاقه الشمسيه لاسوان انها وفرت فرص عمل ل 10,000 واحد اثناء مراحل الانشاء، واذا عرفنا ان هدف مصر في خلال 2035 يعني بعد 12 سنه من النهارده ان يكون عندنا 42% طاقه متجدده من مزيج الكهرباء بتاعنا، ده معناه ان احنا سنويا محتاجين نبني زي بالبال. طبعا ما بيتحققش ده، مش شايفينه بسرعه بيتحقق، ولكن في اتفاقيات موقعه بهذا الشان وفي عدد مشروعات تحت الانشاء، وبالتالي بنتوقع ان الطاقه المتجدده في مصر اللي هي حصتها حاليا 20% من القدره الاسميه وتناظر حوالي 6000 وشويه ميجا وات، انها ترتفع في نهايه السنه دي والسنه واوائل العام القادم الى افق حوالي 8000 ل 10000 ميجا وات، وايضا بنتوقع ليها انها تصل لاكثر من 50000 ميجا وات في حلول 2035. طيب ومعنى ان احنا نصل لهذا الرقم احنا بنتكلم على فرص استثماريه كبيره جدا، بنتكلم على فرص توطين صناعه، بنتكلم على خلق فرص عمل، بنتكلم كمان على خبره للشركات المصريه انها تعمل في الدول العربيه والافريقيه لانها اصبحت مؤهله وذات خبره في تنفيذ مشروعات ناجحه. والحقيقه ده اللي بنلمسه حاليا. دي نقطه مهمه جدا بقى عايز اتكلم فيها مع حضرتك اصلا يا دكتور ماجد، يعني زي ما حضرتك ذكرت ان احنا بدأنا في هذا الموضوع مؤخرا، يعني بنتكلم في 9 سنين تقريبا، لكن ماشيين بوتيرة معقولة مقارنة ببعض الدول. مش عارف هل يجوز لينا مقارنة مصر بما يحدث في العالم والتطور في هذا المجال في العالم ولا لا، بما ان لسه بادئين في الموضوع قريب، لكن لو هنقارن بالدول المحيطة، لو هنقارن بدول المنطقة بهذه الوتيرة اللي مصر ماشية بيها. يمكن خلينا اقول انا بصفتي المدير الفني للمركز الاقليمي للطاقه المتجدده كفاءه الطاقه ومنظمه حكوميه، احنا بنطلع كل سنتين المؤشر العربي لطاقه المستقبل، وده بيخص المنطقه العربيه. وطبقا ل 32 مؤشر موضوعي فني، مصر الاولى عربيا في تنافسيه اسواق الطاقه المتجدده. عظيم. وده ليس فقط بحجم الحجم لان احنا سوق كبير طبعا، ده يعني لا شك فيه، ولكن ايضا ان في عدد كبير من حوافز الاستثمار بالطاقات المتجدده للمشروعات الكبرى. وكمان هذه الحوافز اللي بيتم تقديمها والاتفاقيات اللي بيتم توقيعها والاراضي اللي بيتم تخصيصها والشبكات اللي بيتم مدها، انا بقول لحضرتك العناصر المختلفه، هذه الحوافز مكنت مصر كمان انها توقع عدد كبير من الاتفاقيات في مجال الهيدروجين الاخضر مثلا، اللي هو تطور ما يحدث للعالم، يعني ما بقتش الطاقه المتجدده فقط. ده في المنطقه الاقتصاديه في قناه السويس. بالظبط يا فندم. واول مشروع 100 ميجا وات بقى بينتج فعلا النهارده، تم افتتاحه في نهايه 22، وواحد من اهم المشروعات اللي في المنطقه في هذا المجال في الفتره الاخيره. فعلى مستوى التنافسيه في المنطقه العربيه احنا من الافضل، خلينا نقول الافضل حاليا من حيث القدرات المركبه، الافضل في تنافسيه الاسواق،
ولكن علينا الإسراع بمزيد من المشروعات والكبرى، وكمان ما نغفلش دور المشروعات الموزعة اللي لسه محتاجين نتحرك فيها بخطوات واسعة، اللي هي أنظمة الطاقة الشمسية على أسطح المنازل، على أسطح الفنادق، على أسطح المجمعات التجارية وغيرها. وإحنا شايفين مثلا مبادرة شرم الشيخ الخضراء، والحقيقة أنا كنت في حوار امبارح مع أحد مسؤولي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي اللي بيرعوا هذه المبادرة، وهو بيحكي لي على قصص نجاح وتحول رائعة جدا جدا جدا. نأمل إن شاء الله إن مصر كلها تتحول إلى استخدام الطاقة الشمسية بتوسع، لأن كل كيلو وات ساعة بنولده بالطاقة الشمسية هيوفر لنا وقود ويجنبنا أزمات من اللي مرينا بيها خلال الفترات الأخيرة. أكيد، كل الشكر ليك الدكتور ماجد كرم الدين محمود، المدير الفني للمركز الإقليمي للطاقة المتجددة، شكرا جزيلا. دلوقتي مشاهدينا هنروح لفاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم حكاية وطن. امبارح كان في عرض مفصل لكل المشروعات والانجازات اللي حصلت في السنين اللي فاتت، خصوصا في الملف الاقتصادي اللي قدر انه يصمد رغم الازمات العالميه، ومرشح انه يكون في 2030 من اكبر الاقتصاديات في العالم، وده وفقا لتصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال مؤتمر حكايه وطن. بكل تاكيد في تحديات اقتصاديه كبيره جدا مرت علينا خلال الفتره اللي فاتت، لكن عايزين نعرف ازاي قدرنا نتغلب على هذه التحديات. معانا على التليفون دكتور يسري الشرقاوي الخبير الاقتصادي. يا دكتور صباح الخير يا فندم. صباح الخير عليك، وصباح الخير على الاستاذه منى وعلى كل متابعينكم في جميع انحاء العالم. يا اهلا بيك يا فندم. عايزين شرح مفصل لاهم التحديات اللي واجهها الاقتصاد المصري خلال السنوات اللي فاتت، وازاي قدرنا نتجاوز هذه التحديات. في البدايه خليني اشكرك واشكر الجميع، ويمكن احنا في مؤتمر حكايه وطن من امبارح هو نفس الموضوع اللي انا عايز اكد عليه قبل ما ادخل على الموضوع، انه الحوار امس وحوار المصارحه والمكاشفه والحساب والتقديم ومعرفه التحديات وكيف تقدمت الدوله للحلول، وحوار السيد الرئيس انصب على النداء الى المواطنين والى كل المصريين على ارض مصر بأن المشاكل الاقتصادية لها حلول، لكن الاقرار من عدمه ليس له حلول. وهنا يعني ربما لا يفهم الحديث على أن الرئيس لا يشعر أو الدولة لا تشعر أو القيادة السياسية لا تشعر بما يعانيه المواطن من ارتفاع أسعار ومن تحديات تواجه المواطن البسيط. خلونا نفرق ما بين الاقتصاد الذي نتحدث عنه كاقتصاد دولة بالكامل وهمومه ومشاكله وكيف كانت وكيف كنا وكيف نكون بين الرؤية والإنجاز، وما بين الحياة اليومية للمواطن الذي يعيش ويؤن وتشعر أيضا به الدولة وتتحدث عن ذلك، حتى لا ينتقل إلى المواطن شعور أن الدولة ترغب في زيادة المشاكل أو ترغب أيضا في أنها تعكس أنها لا تشعر بالمواطن الذي يبحث عن قوت يومه. هذا أمر، وما نتحدث فيه أمر يوضع في الاعتبار تماما تماما أمام أعين القيادة السياسية وفقا لما لاحظناه ورصدناه وشاهدناه. أردت أن أوضح ذلك قبل أن أدخل في موضوعي. موضوعي أن الدولة المصرية كان أمامها العديد جدا من التحديات قبل أن تبدأ عام 2014. أحد أهم هذه التحديات الوضع الذي كنا فيه من مشكلات واضطرابات سياسية، وما حدث في الشارع المصري في الفترة من 2011 حتى نهاية 2013 مطلع 2014، الأمر الذي أثر على كل نواحي الحياة في جمهورية مصر العربية. قبل الاقتصاد الحياة العامة، تعثر مصانع، توقف الحياة، خسائر تقدر بأكثر من 400 مليار دولار فقدها الاقتصاد المصري، عدم وجود بنية تحتية جاهزة، عدم وجود طاقة كهربائية جاهزة، عدم وجود قدرة على النهوض، عدم وجود دور للدولة للتحرك من الصفر إلى السير على الأقدام. كانت المشكلة صعبة جدا للغاية، وهنا كان لابد أن يكون هناك رؤية، وهنا نتحدث اليوم في حكاية وطن عن الرؤية والإنجاز وما تم إنجازه وما لم يحقق ولماذا وسوف نحققه. هذا هو الحوار اليوم الذي كان يعني عنوان الحوارات كلها التي دارت في جلسات أمس، هي حوارات تتعلق بالاقتصاد الكلي للدولة وحياة المواطن وكيف يمكن أن نخلق وخلقت مصر إصلاحا اقتصاديا شامل وتقدر فيه مساهمة القطاع الخاص لفتح آفاق عمل للمواطنين. التحدي كان كبير، عدم وجود موارد، ندرة الموارد، قلة الموارد،
ربما الاحتياطي النقدي المصري منهار من 35 36 الى 13 مليار، ثم لابد ان نبدا بالدوله ونبدا بالتحرك للامام. الحكايه بدات معنا امس بكيف كنا وكيف وضعت الرؤيه وكيف تحركنا. تحركنا للامام في مرحله مهمه جدا، وهي مرحله بناء البنيه التحتيه للدوله المصريه، بناء المرافق للدوله المصريه، بناء قدره الدوله المصريه على الوقوف على قدميها استعدادا للنهوض الهام جدا. وتقسمت المرحله الى مراحل مختلفه. المرحلة الأولى بدأت بمشروعات بنية تحتية في الطاقة والطرق والكباري والقضاء على عشوائيات والقضاء على فيروس سي، واشتغلت الدولة في مسارات أساسية ومسارات بديلة متجهة إلى عملية إعادة قدرة الدولة المصرية على النهوض وعلى الثبات. ويعني ضرب السيد الرئيس أمس مثلا على ذلك بمشروع قناة السويس وتوسيع قناة السويس، وكيف كانت العلاقة ما بين الشعب بكامل فئاته وطبقاته وبين قيادته السياسية للدخول في مثل هذا المشروع، لإثبات للعالم كله بأن مصر تحقق مشروعا قومي جديد، وأيضا لديها قدرة شعبية قدرة قيادية على أن تحقق ذلك. الأمر امتد بعد ذلك مباشرة إلى مرحلة إصلاح شامل اقتصادي، وفرصة جيدة جدا لتشغيل أكثر من 3000 شركة من القطاع الخاص في عقود مع شركات الحكومة وشركات القطاع العام لعملية توسيع الاستثمارات الحكومية في العديد من المشروعات الخاصة بالبنية التحتية لضمان 5.5 مليون فرصة عمل في الفترة الصعبة جدا للحفاظ على دخل الأسر، وتحقيق المشروعات البنية التحتية للدولة المصرية لتجهيزها للدخول لمرحلة الإصلاح الشامل الاقتصادي. وبالفعل تم ذلك، وبالفعل تم في فبراير في نوفمبر 2016 إجراء إصلاح اقتصادي في سياسات النقدية المصرية، وبالفعل حققنا أكثر من 45 مليار دولار احتياطي، وعدنا بناء احتياطي النقدي، وبدأنا نتحرك إلى الأمام، وبدأنا تشغيل المصانع، وجاءت المبادرات للصناعة، وجاءت المبادرات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبدأ يتحرك الاقتصاد المصري إلى 6.6% معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي. إلى يعني ربما انتهينا أيضا في مجال الطاقة وفي جلسة الطاقة أمس إلى ما ذكرناه من نتائج غير مسبوقة، وضعفنا إنتاج الطاقة الكهربائية في جمهورية مصر العربية حتى 30 ديسمبر 2018، ثم بدأنا نتحرك إلى الأمام وننتقل للمرحلة الهامة جدا التي سوف كانت تجعل كل شيء في مصر مستقرا اقتصاديا، وهي مرحلة إعادة القطاعات الهيكلية والتوسع في دخول القطاع الخاص. هنقف هنا بقى عند النقطة دي يا دكتور. علشان كل ده يحصل كان لازم يبقى فيه سيولة، ومش سيولة عادية، سيولة من العملات الأجنبية. احنا كان عندنا أزمة شح عملات أجنبية، ازاي قدرنا بعد لما كان حاصل الأزمة شح العملات الأجنبية واستنزاف الاحتياطي اللي كان موجود، ان احنا نقدر نعمل كل اللي حضرتك قلته من اول بنى المرافق، الاستثمار في الطاقة، كل الحاجات اللي حضرتك قلتها؟ في الحقيقة تم العمل على أكثر من محور وليس محور واحد. في أولا تم تشجيع وتم الاهتمام بالتوسع في التعامل مع السياحة، وتم الاستثمار والاستثمارات العامة الحكومية لإعادة السياحة بشكل جيد جدا لزيادة المورد السياحي. وبالفعل مصر حققت في 4 سنوات أو 5 سنوات من 2014 ل 2019 إعادة ما فقدته من 35% من دخل السياحة، تم إعادته بالكامل. وبالفعل هذا أثر كثيرا جدا على مدخلات العملية الدولارية أو مدخلات الدولارية لجمهورية مصر العربية. الأمر الآخر استقرار الوضع السياسي واستتباب الوضع الأمني وتشغيل المصانع وتشغيل المنشآت وبس ودفع المصانع المتعثرة إلى العمل، أدى إلى أيضا بخطة ممنهجة إلى ضرورة العودة إلى الصادرات. كنا بنصدر ب 13 مليار دولار ووصلنا ل 22 مليار دولار قبل الأحداث، عدنا إلى أكثر من 28 مليار دولار بنهاية عام 2018. حتى عندما تحدثنا عن زيادة أكثر من 3-4 مليار دولار في 4 سنوات بعد الانتهاء من افتتاح قناة السويس في 6 أغسطس بعد التوسعة 2016. الأمر الأكثر أهمية أيضا كان اهتمام شديد
بالبعثات الدبلوماسية الخارجية، بالمصريين بالخارج، وأيضا حالة الاصطفاف الوطني التي كان عليها المصريين في هذه الحالة أدت إلى مضاعفة مصادرات المصريين بالخارج. كل ذلك أثر على عملية بناء احتياط نقدي دولاري. فذات الأمر كان هناك سيطرة وتوجه جيد جدا على السيطرة على الصادرات على الواردات، وعلى محاولة جيدة جدا ل يعني استغلال الواردات فقط فيما يتعلق بالسلع الأساسية الهامة ومستلزمات الإنتاج. أيضا هناك عمليات ضبط السياسة النقدية تمت في هذه الفترة حتى تستطيع الدولة الحفاظ على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وبالفعل تم مضاعفة أرقام جذب الاستثمار الأجنبي المباشر حتى 30 ديسمبر 2018. الإصلاح التشريعي والإصلاح الهيكلي الذي تم ب العديد من القوانين وحزم القوانين التي أقرت من المجلس النواب المصري، وأيضا المقترحات التشريعية التي قدمت من الحكومة والقيادة السياسية لإنقاذ الحياة الاقتصادية في مصر، كلها كان لها بالغ الأثر في يعني ضبط يعني إيقاع الاقتصاد المصري حتى ما قبل المرحلة الصعبة جدا الذي سيتعرض لها الاقتصاد المصري والمحلي والإقليمي والدولي بهزات عنيفة. بدأت بجائحة كورونا، وأثرت جائحة كورونا على الحياة ومجريات تيسير الاقتصاد العالمي عظيم. والاقتصاد المحلي بشكل صعب جدا، وما أن لبست وانتهينا من جائحة كورونا إلا ودخلنا في مشاكل تتعلق بسلسلة. انت جيت لنقطة مهمة جدا يا دكتور يسري بعد إذنك، وحضرتك بتتكلم عن جائحة كورونا، معدلات النمو بتاعتنا كانت عاملة ازاي قبل كورونا؟ كانوا واصلين تقريبا ل 5.8، بعد كده أول عام كورونا 2 و3 على ما أتذكر، بعد كده رجعنا تاني نرتفع في هذه المعدلات. عندي سؤالين في النقطة دي، لو ما حصلتش أزمة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، معدلات النمو بتاعتنا كانت رايحة في أي اتجاه؟ ده سؤال مهم جدا. والسؤال الآخر، وإحنا بنتكلم على معدلات النمو بتاعتك لما ترتفع في ظل أزمة زي أزمة كورونا، ده ممكن مردوده إيه على الاقتصاد المصري من ناحية وجهة النظر العالمية، من ناحية المستثمرين الأوروبيين أو المستثمرين الأجانب بشكل عام؟ طيب خلينا أقول هنا برضو حاجة مهمة جدا، ويمكن أنا بتكلم بمنتهى البساطة عشان المواطن اللي بيسمعنا والناس اللي ملهاش في الاقتصاد خالص والمتخصصين نقدر نخاطب كل اللي بيسمعونا أو بيشوفونا عبر شاشة القناة الأولى. خلينا أقول لك أنه معدلات النمو إحنا كنا داخلين على 6.6 من 5.6، وكان متوقع أن إحنا في 2019 نحقق 6.6، وكان هناك أيضا مستهدفات تؤكد أننا قد نصل إلى 8% من الناتج المحلي الإجمالي، وهذه أرقام غير ربما غير مسبوقة. يعني إحنا أكثر حاجة حققناها كانت 7.5% في الناتج المحلي الإجمالي عام 2010. الأمر المهم جدا إن لو استمرت الأمور دون ما وجود قدر ما حدث في أحد كورونا وهذه التحديات العالمية وما خلفته من تحديات اقتصادية، كنا هنستطيع أن نضاعف أرقام اللي أنا ذكرتها كلها في بناء الاحتياط النقدي، وهنضاعف أرقام جذب الاستثمار الأجنبي المباشر الذي كمش عالميا بعد جائحة كورونا، وبالتالي كنا أيضا نستطيع أن نصل بسهولة إلى 100 مليار دولار، وده كان هيؤثر تماما على مستويات المعيشة ومستويات الحياة في جمهورية مصر العربية والمعاناة في أي سلع أو آثار تتعلق بآثار سلبية باحتياج إلى العملة الدولارية. لكن دعني هنا أتوقف عن نقطة مهمة جدا. أنا في موضوع مهم جدا تحدثنا فيه أمس ولازم أقف عنده، وده شيء يعني يمكن ربما يعني حتى تحدث عنه السيد الرئيس. احنا لحد عام 1970 مصر لم تقترض من الخارج. الاقتراض بدأ من 1970، وهنا نتحدث عن زيادة معدلات الاقتراض الخارجي، وبالتالي من 90 من 70 ل 80 من 80 ل 90 من 90 ل 2000 من 2000 ل 2010 كان هناك معدلات كبيرة جدا وفارق كبير جدا ما بين الإيراد للدولة وبين النفقات للدولة، وهناك عجز في الموازنة. هذا العجز في الموازنة لم يحدث على الإطلاق أن مصر عرفت ما يسمى بالفائض الأولي. وهنا دعني أتحدث لك وللسادة المشاهدين ما معنى كلمة فائض أولي. فائض أولي يعني إيراداتك تقدر تغطي نفقاتك ويبقى عندك فائض لو أنت شلت فوائد الدين. لكن لو حطيت الدين اللي عليك وفوائده يبقى بالتأكيد يطلع عندك عجز.
عشان نقلص هذا العجز لازم نزود الفائض الأولية عشان سنويا نشيل شوية شوية من الدين والفايدة لحد ما نصل إلى مرحلة إن إيراداتنا تساوي نفقاتنا أو تزيد إيراداتنا بعد سداد الدين وفوائده، وهنا تتحول الدولة إلى واحدة من أهم 20 اقتصاد في العالم زي ما ذكر النهاردة أو ذكر أمس دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مهندس رستم الدولي. المؤشرات كانت ممكن نوصل لها، كان ممكن نوصل لها. طب لما حصلت جائحة كورونا في اقتصادات في العالم كتير تأثرت، أكثر من 179 اقتصاد تحولت في الناتج المحلي الإجمالي من الناتج المحلي الإيجابي الناتج المحلي السلبي. مصر لم تكن من هؤلاء 179 بل انضمت ل 24 دولة حافظت على نمو في الناتج المحلي الإجمالي لكنه نمو متناقصا بالجانب الإيجابي، ونزلنا إلى 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وتأرجحنا من 2.3% إلى 3.2% في الناتج المحلي الإيجابي. وبالتالي انطلقنا من هذه النقطة وحاولنا التحرك، وحاول العالم كله بعد جائحة كورونا أن يتحرك للأمام، وخرجت المصانع العالمية لتعوض خسائرها، وخرجت شركات النقل وشركات الشحن البحري لتعوض خسائرها. حصل اضطرابات كثيرة جدا كبيرة في أسعار الشحن والنقل للسلع الأولية التي تخرج من مصانع السلع الأولية في العالم زي الصين إلى جميع دول العالم، وبالتالي حصل تأثر كبير جدا جدا وتضخم في أسعار الشحن العالمي، وبعدها حصل تأخر في سلاسل الإمداد، وحصل مشاكل في بعض السلع. صحيح، لكن هي أزمات مرت علينا ومرت على العالم كله، لكن الحمد لله قدرنا نتجاوزها قدر الإمكان بأقل الخسائر. شكرا جزيلا دكتور يسري الشرقاوي الخبير الاقتصادي. مشاهدينا الساعة دلوقتي 9 بتوقيت القاهرة، معادنا مع موجز لأهم الأنباء مع فاطمة، تفضلي فاطمة. شكرا منا. 9 صباحا بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي جلسات مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز، والذي يعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة بمشاركة وزراء وسياسيين وشباب وإعلاميين وممثلين عن جميع فئات المجتمع وأطيافه المختلفة والخبراء والمتخصصين في شتى المجالات. وشهد اليوم الأول للمؤتمر عقد جلسات مهمة ركزت على محوري الاقتصاد والطاقة. هذا وتتواصل اليوم فعاليات المؤتمر بانعقاد جلستين معنيتين بالمشروعات القومية والبنية التحتية، بالإضافة إلى الأمن المائي والغذائي. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة قامت بمحاولات كثيرة لتجاوز أزمة النمو السكاني منذ 50 القرن الماضي، مشيرا إلى عدم استطاعتها تحقيق المعدل المطلوب حتى الآن. أضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال جلسات مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز أنه في الفترة من عام 2011 حتى اليوم بلغت الزيادة السكانية 25 مليون نسمة، كما خسرت مصر خلال الفترة من 2011 إلى 2013 نحو 450 مليار دولار، لافتا إلى ضرورة معرفة الأسباب وراء الفجوة بين الإيرادات والمصروفات منذ وقت بعيد للخروج من الأزمة. كما أكد أن الدولة تستهدف تجاوز الظروف الصعبة التي تواجهها منذ 80 القرن الماضي ورؤية مصر في المكان الذي تستحقه. يبدأ مجلس النواب اليوم دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني، ويعقد المجلس جلسة افتتاحية تشهد تحديد موعد تلقي الرغبات في تعديل عضوية اللجان النوعية، كما سيحدد المجلس إجراءات انتخابات اللجان فضلا عن إعلان قوائم تشكيل اللجان وفتح الباب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات. استقبل محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي بديوان عام المحافظة بالعريش، قبيل انطلاق زيارة ميدانية يقوم بها الوزير لعدد من المنشآت في شمال سيناء. وتضمنت الزيارة تفقد الأنشطة الرياضية داخل قرية الظهيرة والاطلاع على مجموعة متنوعة من الأنشطة التي تنفذها الإدارات المركزية بالوزارة بشمال سيناء. بدوره ثمن المحافظ دور الوزارة في دعم الشباب ببرامج ومشروعات متكاملة للنهوض بهم.
تبنى مجلس الشيوخ الأمريكي إجراء طارئا يتيح مواصلة تمويل الإدارة الفيدرالية مؤقتا لمدة 45 يوما، وقبل ساعات فقط من الإغلاق الحكومي أقر مجلس النواب الأمريكي نصا في محاولة أخيرة لتجنب توقف العمل الحكومي قبل أن تتم الموافقة عليه من جانب 88 عضوا في مجلس الشيوخ مقابل رفض 9 أعضاء. قالت حاكمة ولاية نيويورك الأمريكية كاثي هوكال إن الأمطار الغزيرة التي أدت إلى حدوث فيضانات في مدينة نيويورك تعد تبعات لتغير المناخ. حذرت هوكال من حدوث فيضانات مهددة للحياة. هذا وأعلنت حاكمة الولاية إعلان حالة الطوارئ في مدينة نيويورك ولونغ آيلاند وهاديسون فالي، مضيفة أن حالة الطوارئ التي تسمح بتخصيص الموارد بشكل أسرع للتعامل مع الأزمات ستظل سارية خلال الأيام الستة المقبلة. تأهل فريق كرة القدم الأول بنادي الزمالك لدور المجموعات في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وذلك بعد فوزه بأربعة أهداف مقابل هدف واحد على ضيفه أرتا سولار الجيبوتي في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي في إياب دور 32. وتقدم أرتا سولار عن طريق ورسام حسن، فيما رد الزمالك برباعية عن طريق كل من يوسف أوباما وشيكابالا وزيزو وحمزة المثلوثي، لينجح الزمالك في تعويض خسارته في لقاء الذهاب بهدفين ذهابا تأهل دور المجموعات. نهاية موجز التاسعة من التلفزيون المصري، عودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر، لكن بعد هذا الفصل. كتب النص، الصراع العربي الإسرائيلي، مذكرات الفريق عبد المنعم واصل. بعد خبرة 34 عاماً من العمل في صفوف قواتنا المسلحة، سجل الفريق عبد المنعم واصل ذكرياته ومذكراته عن الحروب التي خاضها في كتاب حمل عنوان الصراع العربي الإسرائيلي. قدم من خلاله سرداً موثقاً للمعارك التي خاضتها مصر في سبيل مواجهة العدوان حتى تحقق لها نصر أكتوبر العظيم. حصل الفريق عبد المنعم واصل على وسام نجمة الشرف العسكرية، وشارك في لجنة كتابة تاريخ حرب أكتوبر، وتولى الإشراف على العديد من المراجع العسكرية التي تناولت حروب مصر في العصر الحديث. في مقدمة كتابه أوضح الفريق واصل أنه اعتمد في تسجيل وقائع الحروب والأحداث التي لم يشارك فيها بشكل مباشر على مصادر ومراجع موثقة، واستفاد من مذكراته اليومية في الحديث عن الحروب التي شارك فيها، وأبرزها قيادته للجيش الثالث الميداني في حرب أكتوبر. وفي الباب الأول استعرض المؤلف نشأة وجذور الصراع العربي الإسرائيلي، وسرد في الباب الثاني أحداث حرب فلسطين عام 1948 والدروس المستفادة منها، ثم أوضح الموقف السياسي والعسكري لمعارك العدوان الثلاثي على مصر عام 1956. وفي الباب الرابع أسهب الفريق واصل في تقييم الأداء العسكري العام في حرب يونيو عام 1967، خاصة أنه شارك فيها بقيادة اللواء 14 مدرع مستقل. وخصص الفريق واصل الباب الخامس للحديث عن جهود تطوير الجيش المصري وبطولات حرب الاستنزاف التي اعتبرها أول حرب لم تكسبها إسرائيل، كما أفرد مساحة واسعة لاستعراض عوامل نجاح خطط حرب أكتوبر وأثر الانتصار العظيم في وضع حد لأطماع العدو. لسه مستمرين مع حضراتكم في حكاية وطن، والحقيقة أنه استعادة التوازن على المستوى السياسي سواء كان المحلي أو الدولي كان هدف واضح جدا للدولة المصرية منذ اللحظة الأولى لتولي الرئيس عبد الفتاح السيسي.
السنوات التسعة اللي فاتت شهدت جهود كبيرة جدا لتماسك الجبهة الداخلية وفي نفس الوقت لاستعادة دور مصر الإقليمي والدولي. أكيد خلينا نتكلم بتفاصيل أكتر مع الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد ناجي أمحة رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير أستاذ منى. صباح الخير أستاذ محمد. صباح الخير فندم. لما نيجي نبتدي في البداية نتكلم عن جهود الحفاظ على الأمن والاستقرار الداخلي اللي حصل خصوصا بعد فترة من عدم الاستقرار مرت بها مصر. مؤكد أستاذة منا، وكما تفضل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وأشار أنه لا يمكن أن حضرتك تلاقي أي نوع من أنواع التنمية تتم على الأرض دون وجود الأمن والأمان والاستقرار. التحدي الأول لعمليات التنمية هو الحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية، هو تقوية مؤسسات الدولة، هو القيام بالدور المنوط للدولة في الحفاظ على النظام الداخلي. كل ده بيمكن الدولة من فرض النظام، من فرض القانون، ومن ثم دفع جهود التنمية بطريقة عادلة متوازنة تحقق الاستفادة الكاملة لجميع مواطني هذا الوطن. طيب أستاذ أحمد، وإحنا بنتكلم عن الاستقرار الداخلي، إزاي حضرتك شايف أنه خلال السنوات اللي فاتت المصارحة والمكشفة في كل خطوة الدولة بتخطوها، في أي مشروع الدولة بتتكلم عنه، في أي أزمة الدولة بتمر بيها، كان عامل مهم جدا في تحقيق الاستقرار الداخلي ومن ثم كان انعكاساته على دور مصر سواء الاقليمي او الدولي؟ طيب استاذ محمد، خلينا نبتدي ونشوف ان ما تم وسيتم اليوم وسيتم غدا هو بمثابه كشف حساب للمواطن الواعي على ارض هذا الوطن. عليه ان يدرك انه مع تعدد الافتتاحات التي تمت، مع تعدد المشروعات القوميه التي تمت، مع تعدد زياده معدل التنميه في الدوله المصريه، تماسك الجبهه الداخليه كان بيمكنها من مجابهه التحديات الخارجيه الكثيره اللي اعترضت وعرقلت عمليه التنميه المصريه. تجارب التنميه المصريه على مر التاريخ تجارب بتتعرض دائما لمحاوله الكسر من الخارج. هذا الوطن الذين يتربصون به يهدفون دائما إلى عرقلة محاولات التنمية داخله. بمعنى لو نظرنا إلى تجربة محمد علي اللي كانت أطول تجربة تنموية بحكم استقرار نظام محمد علي لفترة طويلة، لكنها في النهاية تعرضت لانتكاسة كبيرة. كذلك تجربة التنمية التي تمت في عهد الرئيس عبد الناصر، وشفنا التحديات اللي عرقلت هذه العملية عبر دفع الدولة المصرية إلى خوض العديد من الحروب استنزفت مقدرات هذا الوطن واستنزفت قدرات هذا الشعب في عملية التنمية التي كانت تصبو إلى وضعه في المكان اللائق. منذ هذا الوقت الدولة المصرية بتعاني كثيرا في حل للمشكلة الاقتصادية ما بين الموارد وما بين الحاجات. والموارد الدولة المصرية كما يعني نقدر نفهم من الشرح اللي تم بالامس في المحور الاقتصادي لحكايه وطن ان الموارد محدوده، ورغم ذلك الدوله تصدت بشجاعه وقررت ان تجابه هذا الامر بالاسراع بمعدلات التنميه، بالاسراع بقرارات الاصلاح الاقتصادي، بالاصرار على الحفاظ على العداله الاجتماعيه، بالاصرار على الحفاظ على كرامه الانسان المصري عبر اكبر عمليه تنميه مستدامه تمت على ارض هذا الوطن. كل هذا الأمر الدولة المصرية بتحاول من خلاله أن تجابه تحديات لم تفرض عليها نتيجة سياسات اتخذتها، ولكن فرضت عليها نتيجة تحمل سياسات خاطئة وسياسات معيبة أخذت على مدار سنوات كثيرة. الأمر لا يتعلق بسياسات داخلية ولكن سياسات خارجية أيضا اضطرت الدولة المصرية إلى التعامل معها في حينها فيما مضى. الثمن اللي دفعته الدولة المصرية من 2011 ل 2013 كان كبير جدا. الخسائر اللي الدولة المصرية تحملتها في العديد من القطاعات التنموية والعديد من القطاعات الاقتصادية أدت بها إلى تراجع خطوات إلى الخلف كثيرة على معدل النمو الاقتصادي. منذ عام 2014 الدولة المصرية كان قدامها تحديين رئيسيين، تحدي النمو الاقتصادي وتحدي مجابهة الإرهاب اللي كان بيحاول من خلاله المتربصون بهذا الوطن أن يعرقلوا عملية التنمية المصرية. وقدرت الدولة المصرية بتماسك الجبهة الداخلية وبقدرة قواتها المسلحة الشريفة والشرطة المدنية أن هي تجابه هذا التحدي وتحقق الأمن على الصعيد الداخلي. الشعب المصري هنا هو البطل في هذه الحكاية، لأن الشعب المصري ده هو اللي تحمل طعنات الإرهاب الغادرة، وهو اللي تحمل القرارات الاقتصادية القاسية اللي اضطرت بها الدولة
لإصلاح مسار يعني الإعوجاج في معدل النمو الاقتصادي للدولة المصرية. قرارات مهمة اتخذت وإصلاحات تمت بتحاول من خلالها الدولة المصرية أن تحقق التنمية المستدامة لهذا الشعب. أكبر مشروع تنموي تم على الأرض المصرية اللي هو مشروع حياة كريمة، المشروع القومي حياة كريمة. طب. المشروع ده بيرتبط بالأهداف الـ 17 مباشرة للأمم المتحدة لتحقيق التنمية المستدامة. التنمية المستدامة اللي بنتكلم عليها اللي هي القدرة على تحقيق تنمية اقتصادية في ضوء مراعاة الأبعاد الاقتصادية، الأبعاد الاجتماعية لهذه العملية، وأيضا أن يراعي ذلك البيئة، وأن يسير في مسارات متوازنة ما بين الحفاظ على بيئة صحية وما بين تحقيق عدالة اجتماعية مع الحفاظ على المعدل الاقتصادي للنمو. لما بنشوف ده على الأرض المصرية لازم نفتكر أن الدولة المصرية هدفت إلى القضاء على الفقر، والفقر في مفهوم الدولة المصرية وفي المفهوم العام للعالم لا يرتبط فقط يعني بالناحية المادية أو بناحية الأكل أو ما شابه، ولكن يرتبط أكثر بتوفير حياة كريمة للمواطن المصري. لما بنشوف ده على الأرض بنشوف الدولة المصرية إزاي اقتربت بمدخلات مختلفة على الصعيد الداخلي عبر أكبر مجموعة من المبادرات الاجتماعية للإسكان الاجتماعي، عبر أكبر مجموعة من المبادرات الاجتماعية للقضاء على العشوائيات، عبر أكبر مجموعة من المبادرات الصحية للحفاظ على صحة المواطن، عبر إسراع التعليم، عبر إسراع بعملية المناطق الاستثمارية لتوفير حاضنة للقطاعات الاقتصادية المختلفة، وكل ده في ظل الحفاظ على البيئة. يمكن ما كانش كتير من المصريين يسمعوا قبل كده عن جهود الدولة في الحفاظ على البيئة، ولكن الدولة المصرية استضافت في تتويج لجهودها الكبيرة والكثيرة والمتعددة والفاعلة كوب 27 السنة اللي فاتت في شرم الشيخ، وده كان تتويج لجهود الدولة المصرية في تقديم نفسها في كنموذج يحتذى به في عملية التنمية المستدامة باعتبارها الدولة التي تحافظ على معدلات نمو في ظل تحديات اقتصادية كبيرة جدا نتيجة لظروف خارجية حاولت أن تعرقل هذه المسيرة، ولكنها تمكنت من الصمود بفضل هذا الشعب وبفضل السياسات التي اتخذتها الدولة، ومكنتها من مجابهة تحديات كورونا، ومكنتها أيضا من مجابهة تحديات أزمة روسيا وأوكرانيا. كل ده بيقول أن هذا الشعب بطل هذه الحكاية، وأن لدينا قائد لديه رؤية استراتيجية استطاع بالتعاون مع مؤسسات الدولة التنفيذية أن يتربطوا جميعا على مجموعة من الإصلاحات التي أدت بنا في النهاية إلى الاستمرار والثبات في هذه التجربة. وعلى الشعب الرؤية أستاذ أحمد ما كانتش داخلية فقط، نقدر نقول أن كان في رؤية خارجية أيضا. إحنا قعدنا فترة نتكلم أن إحنا بنعاني كمصر من الانكماش الخارجي في العلاقات الدولية، لكن حصل طفرة كبيرة جدا من بعد 2013 تعزيز العلاقات الدولية مع دول الجوار والدول الأخرى في المنطقة وخارجها. إزاي حصل بعد مرحلة الانكماش حصل العودة لمختلف الأماكن؟ بالعكس بقى في تعزيز كبير جدا للدور المصري في الخارج. كان المهم يا أستاذة منى في الإطار ده أن احنا نحافظ في الأول على مجموعة من العوامل الداخلية المهمة جدا. تأسيس مؤسسات قوية للدولة المصرية، بنتكلم على برلمان، بنتكلم على مؤسسات تنفيذية، بنتكلم على شعب لديه وعي بالمحيط به من التهديدات والتحديات والمخاطر التي يمكن أن تعرقل مسيرته نحو التقدم والتنمية. الانطلاق بعد كده كان بعد استقرار هذه الأوضاع نحو مخاطبة العالم، وخلينا نفتكر أول خطاب للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2014، واللي فيه حدد محاور السياسة الخارجية المصرية بمنتهى الدقة اللي هتتبناها الدولة المصرية وهتعتبرها خارطة للتعامل مع كافة القضايا التي تمس علاقات مصر بالدول والأطراف الإقليمية، وأيضا علاقات مصر مع دول العالم، أهمها الحفاظ على الدولة الوطنية، أهمها الحفاظ على مؤسسات الدولة، أهمها الحفاظ على الجيوش الوطنية، أهمها مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، أهمها مبدأ حسن الجوار، أهمها مبدأ العدالة اللي الدولة المصرية أدخلته بكفاءة في خلال السنوات القليلة الماضية. يعني خلينا نتكلم على آخر خمس سنين منذ أو آخر ثلاث سنين منذ اندلاع أزمة كورونا ثم الأزمة الروسية الأوكرانية، وقدرت مصر تكون صوت الجنوب في تبني مبدأ العدالة التي ينبغي أن يتعامل بها العالم في نظرته لقضايا دول الجنوب في علاقتها بدول الشمال المتقدم،
وايضا اهميه العداله في السياسات الماليه، اهميه العداله في القضايا المناخيه، اهميه العداله في القضايا التي تتعلق بالنظر للاوضاع الداخليه للشعوب، اهميه العداله في مراعاه الفروق الثقافيه بين الشمال المتقدم والجنوب. الدوله المصريه قدرت من خلال هذه المبادئ اللي اتبعتها، وايضا مبدا مهم جدا الوقوف على مسافه واحده من كافه قوى النظام الدولي، وايضا الوقوف على مسافه واحده مع كافه الاطراف الاقليميه بهدف الحفاظ على علاقات مستقره وامنه للدوله المصريه في التفاعل مع قضاياها الاقليميه والدوليه. لما نبص لهذه المبادئ ومدى تطبيقها على الارض على مدار السنوات الماضيه، بنشوف الدوله المصريه قدرت تحقق نجاحات مكنتها ان العالم بيعتبرها شريك اساسي في الحفاظ على الامن، شريك اساسي في الحفاظ على الاستقرار في الاقليم، شريك اساسي في تفهم رؤاها تجاه القضايا الاقليميه والدوليه، شريك اساسي وفاعل رئيسي في التعاطي مع القضايا العاجله التي يمكن ان تهدد امن واستقرار الاقليم الذي تندلع دون توقع، يعني في ازمات بتندلع دون توقع زي الازمه السودانيه اندلعت دون توقع، ولكن الدوله المصريه كان ليها دور كبير في ذلك في محاوله استقرار الاوضاع في السودان الشقيق، كذلك الاوضاع في الدول العربيه التي تازمت منذ 2011، وكان يمكن للدوله المصريه لولا اراده هذا الشعب ولولا وجود قياده تمكنت من احتواء هذه المطالب في 2013 ان هي تنجو بالدوله المصريه من مصير هذه الدول. هذه الدول لم تخفى على صانع ومتخذ القرار في السياسه الخارجيه المصريه ان هو يتفاعل معها بايجابيه، وشفنا ازاي الدوله المصريه نصرت الحقوق السوريه، نصرت الحقوق اليمنيه، نصرت الحقوق الليبيه في ضروره الحفاظ على الدوله الوطنيه في هذه الدول. كل ده بيقدم مصر كدوله نموذج رشيد وعقلاني في التعاطي مع قضاياها ومحيطها الاقليمي والدولي، وبيفرض على العالم الاستماع لصوتها بكل الاحترام وبكل التقدير عند التحدث في اي من هذه القضايا. صحيح. بالطبع الرؤيه الحكيمه والاداره الرشيده من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي لاداء كافه المؤسسات المعنيه بتنفيذ هذه السياسه الخارجيه المصريه بتمكن مصر ان تكون الشريك الرئيسي للعالم في التفاعل مع هذه القضايا. وتبقى القضية الفلسطينية هي القضية صحيح. الأم للدولة المصرية بتساهم بقدر كبير من الجهد، وده من الأسباب الرئيسية اللي الدولة المصرية من سنة 48 حط هذه القضية أو تضع هذه القضية محور اهتمامها، وهي القضية الأم للدولة المصرية، لأن فلسطين هي أرض عربية، فلسطين هي حق عربي، والدولة المصرية تتبنى المطالب المشروعة للشعب الفلسطيني وللدولة الفلسطينية وفقا لمقررات الأمم المتحدة وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وبتتعاطى مع هذا الأمر على الأرض بنوع من الرشادة ونوع من العقلانية والتدخلات الحاسمة بفعل مؤسساتها الأمنية الفاعلة على الأرض اللي بتقدر تأخذ خطوات تسبق الجميع عند حدوث أو اندلاع أي نوع من الأزمات بهدف استقرار الأوضاع وعدم يعني تدهورها في مسار يمكن أن يهدد الاقليم ويمكن ان يهدد دول كثيره في هذا الاقليم جراء ما يمكن ان يحدث نتيجه تطور اي ازمه من هذه الازمات السابق اشاره اليها. اذا الدوله المصريه قدرت تقدم نفسها باعتبارها نموذج مختلف يتبنى سياسات عقلانيه، يتبنى سياسات رشيده، العالم يحترمها كثيرا، والعالم يقدر ما تبذله الدوله المصريه من جهد، والعالم يقدر الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي قدر ينقل الدوله المصريه في اداره علاقاتها والتعبير عن صوت الجنوب، وده كان اكبر نجاح حققته الدوله المصريه ان هي توجهت الى الدائره الافريقيه واعتبرتها الدائره الرئيسيه والام للتفاعل مع قضايا العالم، وده حقق مزيد من الترابط والتقويه العلاقات مع دول القاره الافريقيه، مكن مصر ان تترأس الاتحاد الافريقي، ومكن مصر ان تتحدث باسم الاتحاد الافريقي، وتعيد ربط الاتحاد الافريقي بالعديد من القوى الدوليه، وتعيد ربط الاتحاد الافريقي بالعديد من التنظيمات الاقتصاديه الدوليه، وشفنا النجاحات اللي افريقيا حققتها سواء في العلاقات مع اليابان، سواء في العلاقات مع الصين، سواء في العلاقات مع المانيا، سواء في العلاقات مع روسيا، سواء في العلاقات مع الولايات المتحده الامريكيه، سواء في العلاقات مع فرنسا. اذا هي نجاحات محسوبه للدوله المصريه على مدار السنوات الماضيه. وجزء كبير جدا من تغير النظره الخارجيه لمصر لمحاربه الارهاب في نفس الوقت بنسير في مسارات تنمية، تجربة مهمة جدا لمصر بتحكى دائما في المحافل الدولية، إزاي قدرنا نقضي على الإرهاب في وقت قصير الحمد لله وبنسير في اتجاه التنمية. بنشكر حضرتك شكرا جزيلا للكاتب الصحفي الأستاذ أحمد ناجي أمحى رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، ألف شكر ليك يا فندم. مشاهدينا خلينا نروح لفاصل سريع ونرجع نكمل معاكم حكاية وطن. معركة المزرعة الصينية بقيادة العميد أركان حرب حسين طنطاوي
مقاعد الكتيبة 16 مشاة خلال حرب أكتوبر، والتي تعد من أوائل الكتائب التي عبرت قناة السويس. وفي موقع المزرعة الصينية بشرق مدينة الإسماعيلية، دخلت الكتيبة 16 في واحدة من أعنف معارك الحرب، والتي استمرت على مدار 3 أيام متواصلة من 15 وحتى 18 من أكتوبر. كبدت فيها قواتنا المسلحة العدو الإسرائيلي خسائر فادحة في الأفراد والمعدات. تكتسب المعركة أهميتها في التصدي لعناصر العدو من المشاة والمظلات ومنعهم من عبور الثغرة. ومع اقتراب العدو، فتحت الكتيبة 16 كافة نيرانها تجاه قوات العدو وآلياته، وحولت المزرعة الصينية إلى مقبرة لجنود العدو الإسرائيلي. ركز الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء خلال كلمته أمس أثناء انعقاد مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز على استعراض الإنجازات اللي استطاعت الدولة المصرية وقيادتها السياسية أن تحققها على مدار السنوات الماضية. وأشار مدبولي إلى نقطة هامة، نقطة توضح كيف سرعت مصر من وتيرة التنمية في البلاد بالتوازي مع الحرب على الإرهاب. فقد أكد رئيس الوزراء أنه تم العمل على إعادة الاستقرار المجتمعي والتركيز على محاربة الإرهاب بالتوازي مع مشروعات التنمية. ظروفنا اللي كنا فيها بالضبط في 2014، دولة في خضم عراق سياسي وعدم استقرار أمني وحاجات كثيرة جداً، وبالتالي القطاع الخاص في مصر سواء المحلي أو الأجنبي كان غير مهيئ على الإطلاق أنه يقود عملية تنموية لوحده، وبالتالي الدولة المصرية كانت لازم هي اللي تدخل وتنفذ هذا الموضوع. أيضاً تم الحديث عن شمال سيناء واللي بتمثل نموذج واضح في خطة الدولة، وأولت الدولة المصرية اهتمام كبير بتنمية سيناء وعكفت على تطوير البنية التحتية فيها وحسنت الأوضاع الاجتماعية للمواطنين. كل ده كان يحدث بالتوازي مع الحرب على الجماعات الإرهابية. وتضمنت التنمية الشاملة بسيناء حرص الدولة على التنمية لتحقيق الأمن فيها، وكثفت جهودها لتحسين الأوضاع، وتم إطلاق العديد من المبادرات منها حياة كريمة، بالإضافة لتطوير مشروعات المياه والزراعة. وسبق أن أولى الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمام متزايد بسيناء، ففي عام 2015 تم تخصيص 10 مليار جنيه لتنمية سيناء، كما زادت قيمة الاستثمارات العامة للمشروعات 15 ضعف. قراءة وافية عن خطة الدولة للقضاء على الإرهاب بالتوازي مع مسار التنمية. بينضم لنا على التليفون أستاذ أشرف أبو الهول، مدير تحرير جريدة الأهرام. صباح الخير أستاذ أشرف، أهلا بيك. صباح الخير يا أستاذة مينا، تحياتي لحضرتك أستاذ محمد. صباح النور يا فندم. أستاذ أشرف، لما نفتكر كده من 10 سنين لما الدولة المصرية قررت تحارب الإرهاب وتشتغل بالتوازي على التنمية وإقامة المشروعات، إحنا كنا وقتها متخيلين إن ده ما ينفعش يحصل. هل أنت متخيل إن ده كان فعلاً قرار شديد الجرأة وإحنا بنحصد ثماره دلوقتي؟ يعني بالتأكيد كان قرار شديد الجرأة، قرار لا يمكن تخيل كيف تم تنفيذه، لكن لحسن حظي إني كنت شاهد على هذه العملية. كنت في هذه الفترة أرأس القسم السياسي في الأهرام، وكان جزء من عملنا إن إحنا نروح نتابع المشروعات الجديدة ونتابع عمليات التنمية وفي نفس الوقت عمليات محاربة الإرهاب. وكنت بشوف الظروف الصعبة اللي بتشتغل فيها الدولة، عمليات إرهابية مستمرة ومع ذلك العمل مستمر، عمل كليل نهار، عمل كان بيحتاج لقدر من التأمين قدر كبير جدا، لدرجة انه الناس ما تعرفش ان معظم المشروعات اللي تمت في سيناء تمت بدون الاعلان المسبق عنها، كانت بتتم يعني بعيدا عن اهل الشرق. وشفنا مشروعات لا يمكن ان نتخيل انها تتم في وقت البلد فيه كانت بتتعرض لارهاب وضغوط كبيرة جدا في سيناء، ارهاب كان متعدد الاطراف وشديد الخبص وإمكانيات كبيرة جدا، لكن أيضا الدولة كانت بتقوم بأعمال أشبه المعجزات. حفر قناة السويس الجديدة تم في وقت فيه ضغط إرهابي،
الأنفاق الجديدة تنمو في وقت كان في ضغوط إرهابية، وكان في محاولات لاستهداف قناة السويس، وكان في محاولات لاستهداف العمل في الأنفاق. العمل نفسه داخل سيناء كان بيتم في ظروف شديدة الصعوبة، سواء يعني محطات تنقيط مستشفى تحويلها إلى مدرعية في صغير الصحراء، وهو سينا في عمق سينا شق الطرق كان بيتم وسط شديدة جدا، قناة الإرهابيين لاستهداف المدنيين والمهندسين اللي بيشتغلوا في المشروعات، لدرجة إنه أحيانا كانوا بيحاولوا يستوقفوا على الطرق كده، يعني كما إن فجأة بيعملوها يحاولوا يستهدفوا السيارات علشان يشوفوا مين رايح يشتغل في هذه يعني المشروعات، ويحاولوا إن هو يزيد الطرق. المدن الجديدة اللي تمت في سيناء تمت أيضا تحت ضغوط شديدة جدا، مؤسسات كبير جدا من الدولة المصرية، علشان بس كنت تطلعي من منطقة معدية نمرة 6 في الإسماعيلية وتروحي على شمال سيناء، تروحي تحديدا على رفح، كانت بتواجهك تحديات كتيرة، وكان في تأمين كبير جدا بيقوم من الدولة. وأذكر إن إحنا في يوم كنا في طريقنا من يعني وفد الاتحاد الدولي للصحفيين، وكنت برفقتهم، وكنا علشان ندخل رفح الفلسطينية أخذنا ثلاث أيام في الطريق. ثلاث أيام كان كل ما تحصل تفجيرات أو أعمال إرهابية في الطريق الأمن يبلغنا ويأمننا ويطلب إننا نستنى وبعدين نكمل وهكذا. فيعني ما حدث في سيناء هو معجزة، الناتج الحالي اللي الناس بتشوفه طرق ومدن ومشروعات، يعني المشروعات اللي تمت في سيناء هي معجزة، لكن المشروعات التي تتم أيضا الآن هي معجزة. الأنفاق اللي ما كانش حد يتخيل إنها تتعمل، ودايما كان في أكاذيب بتراوج عن إنه في بنود في اتفاقية السلام تم إنشاء أنفاق، إحنا إنشأنا 5 أنفاق، نفقين في إسماعيلية ونفقين في بورسعيد ونفق الشهيد أحمد حمدي في السويس، بقى فيه نفق تاني معاه. المعديات زادت بشكل القصة مش قصة أنفاق أستاذ أشرف، القصة قائمة على الربط اللي عملته الأنفاق دي. ألو أستاذ أشرف، القصة مش قصة إنشاء عدد من الأنفاق فقط لغير، القصة كلها قائمة في الربط اللي عملته هذه الأنفاق، الأطراف المختلفة اللي ربطت بينها هذه الأنفاق. بالتأكيد الأنفاق كسرت عزلة سيناء إلى الأبد، خلت الوصول إلى سيناء أو الخروج من سيناء مسألة سهلة جدا وميسرة. لكن أيضا بجانب الأنفاق كان في كباري، وكان في كباري يعني أشبه بالكباري المتحركة اللي هي البراطين بتاعت عبور قناة السويس في حرب أكتوبر المجيدة. عندنا كوبري الشهيد أحمد نانسي وكوبري المهندس، يعني كان في أشياء لا يمكن تخيلها بتتم في سيناء، ألم يكسر عزلتها ثالثا لوضعها على خريطة الاستثمار العالمية. والفترة الجاية هنشوف معجزات تانية في سيناء، تطوير ميناء نويبع وميناء العريش والخط الرابط بينهم وخط الحديد، وكل ده يا استاذ اشرف اعتقد انه سيناء طولا وعرضا مظبوط. كل ده لم يكن يحدث الا اذا قامت الدولة وخطت خطوات جادة نحو محاربة الإرهاب نيابة عن العالم زي ما بنقول دايما، رغم التضحيات اللي بذلتها الدولة المصرية خلال هذه الفترة تحديدا، لأنه كان ممكن مصر تتحول إلى مركز لتصدير الإرهاب، لكن الحمد لله قدرنا أن احنا نقضي على الإرهاب تماما بعد عدد كبير من العمليات الإرهابية كانت بتحدث سنة عن سنة. بدأت هذه العمليات بتقل لحد ما بدأنا نسير ونخطو خطوات مهمة جدا نحو التنمية. ده انعكاساته من وجهة نظر حضرتك على السلم والأمن المجتمعي. طيب أنا قبل ما أرد على السؤال ده عايز أحكي لك على حاجة حصلت معايا شخصيا. اتفضل يا فندم. في عام 2012 وقبل الانتخابات الرئاسية اللي فاز فيها مرسي،
كنت بقوم يعني بعملي بجولات في المناطق المصرية اللي محتاجة تنمية والمناطق الحدودية في سيناء. ورحت سيناء شفت شيء لم أكن أتخيله في حياتي. مناطق في سيناء ممنوعة الدولة المصرية أنها تدخلها، ممنوع على الأمن أن يدخله، زي منطقة المهدية اللي كانت يعني عبارة عن ملاذ للإرهاب وملاذ للتهريب، مع إسرائيل على بعد حوالي 3 كيلو من معبر العوجة. كنت أول مرة أكتشف أن في مناطق جوه مصر لا توجد سيطرة للدولة المصرية عليها، وده ما كانش جديد بعد 25 يناير فقط، لا ده كان ممتد بقاله عدة سنوات من قبل 25 يناير بشوية. كان في يعني بعض الحاجات اللي حصلت الفوضى فخلت هذه المناطق بعيدة عن السيطرة. الآن سيناء بالكامل تحت سيطرة الدولة المصرية، سيناء بالكامل على خريطة الاستثمار، وكل ما حصل في سيناء اولا محاربة الارهاب، ثانيا يعني انشاء بنية تحتية اكثر من رائعة، طرق رائعة، خدمات، عندك استثمار زراعي، عندك استثمار صناعي، عندك مشروعات بتتم في كل مكان على ارض سيناء شمالا وجنوبا شرقا وغربا ووسطا. كل ده رسالة للعالم أن سيناء مفتوحة للاستثمار والأجواء جيدة جدا فيها، وانتهى زمن الإرهاب خلاص فيها. وده كمان يعني بيجتذب ليس فقط الاستثمار الخارجي وإنما الاستثمار الداخلي، مزيد من الاستقرار، مزيد من الشعور بالأمان، جميع أطراف الدولة المصرية تحت سيطرة الدولة المصرية بكاملها. الأستاذ أشرف أبو الهول مدير تحليل جريدة الأهرام، شكرا جزيلا لك. امبارح وقت عقد مؤتمر حكاية وطن ما بين الرؤية والإنجاز، دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أكد أن البنية التحتية هي مقياس لمكانة الدولة على مستوى العالم وإمكانياتها لجذب أي استثمارات، لأن طبعا من غير بنية تحتية مش هتتوفر أي فرصة لجذب الاستثمارات، وده اللي عملته مصر من 2014 ولغاية 2023، مشروعات قوية ومشروعات تنموية قدرت أنها تطور البنية التحتية بشكل غير مسبوق. لا يوجد استثمار سواء في الزراعة أو الصناعة أو السياحة إلا بوجود بنية تحتية تتطلب وجود مقومات الاستثمار سواء طاقة أو طرق ومطارات وموانئ التي تساعد على وجود عمل متكامل. واتخذت الدولة المصرية منهجاً خاصاً لتحسين البنية التحتية للدولة ككل، تضمنت رفع كفاءة المحاور والطرق والعمل على تطوير منظومة مترو الأنفاق وإدخال النقل الكهربائي للتحول للنقل الأخضر المستدام خلال السنوات القادمة، مع خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب المصري وخلق مجتمعات عمرانية جديدة ينتج عنها التوسع في الرقعة السكانية. وانعكس ذلك على مؤشرات تطوير البنية التحتية، حيث تقدمت مصر 30 مركزاً في مؤشر البنية التحتية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي الذي يقيس مدى توافر وجودة البنية التحتية للنقل البري والبحري والجوي والبنية التحتية للخدمات السياحية، وحيث احتلت مصر المركز 56 عام 2021 مقابل المركز 86 عام 2015. استطاعت مصر أيضاً أن تقفز 100 مركز في مؤشر جودة الطرق الذي يقيس كفاءة وسلامة واتساع الطرق لتحتل المركز 18 في 2021 مقابل المركز 118 في 2015. كما تقدمت 31 مركزاً في مؤشر البنية التحتية للمطارات الذي يقيس مدى كفاءة اتصال المطارات وسهولة الوصول من وإلى العديد من الدول لتحتل المركز 32 في 2021 مقابل المركز 63 عام 2015. وبالأمس وأثناء مؤتمر حكاية وطن الذي شهد حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، تطرق رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي للإنجازات الملموسة التي حققتها الدولة المصرية من 2014 وحتى 2023 في مجال البنية التحتية، حيث أكد أن الإنجازات التي قمنا بها هي إنجازات غير مسبوقة لم تحدث من قرون في مصر. التوسع في الإنفاق في البنية التحتية عشان أبني بلد وتبقى جاذبة للاستثمارات لازم في الأساس يكون عندي بنية تحتية. الدول دي استثمرت ما بين 20 ل 40%
من الناتج المحلي الإجمالي بتاعها على مدار عقود في بنية تحتية. قعدوا الصين 40%، أقل دولة من اللي أنا شرحتهم كانوا بيتكلموا من 20-25%، بينفقوا لمدة لا تقل عن عقدين من الزمان على بنية تحتية بهذا الرقم عشان يقدروا إن هم ينهضوا. عشان نعرف تفاصيل أكتر عما تم في هذا المجال، مجال البنية التحتية في مصر، معانا دكتور سيف الدين فرج، أستاذ التخطيط العمراني. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح الخير يا فندم. أهلا بحضرتك. امبارح رئيس الوزراء أثناء مؤتمر حكاية وطن تطرق للإنجازات القوية والأشواط الأقوى اللي حققتها مصر في هذا الملف، ملف تحسين وتطوير بنيتها التحتية. إزاي حضرتك شايف أهمية التطرق لهذا الملف؟ البنية التحتية هي أساس أي تنمية عمرانية. لما بنتكلم عن صناعة، لما بنتكلم عن زراعة، لما بنتكلم عن تجارة، أبجديات التنمية هي البنية التحتية. يمكن أنا هسوق يعني مثل صغير قوي عشان هي المشكلة إن إحنا بننسى بسرعة. مصر قبل 2014 كانت تحتل المركز الأول على مستوى العالم في حوادث الطرق والقتلى اللي على الطرق. كنا بنحتل المركز الأول على مستوى العالم قبل 2014 في حوادث الطرق. النهاردة إحنا الحمد لله خرجنا من هذا التصنيف أصلا. دي أول نقطة. ثاني نقطة إن الطرق والكباري اللي تمت على مستويين، سواء على مستوى هاي واي، طريق سريع ما بين المحافظات وبعضها لعملية نقل سواء المنتج الزراعي أو الصناعي أو المساهمة في التجارة، أيضا الطرق الرئيسية اللي هي ليها علاقة بالمواني وليها علاقة بالطرق. واحنا بنتكلم عن الطرق برضو ما ننساش النهضة والطفرة اللي حصلت في السكك الحديدية في مصر. من 2014 لغاية النهاردة حصلت طفرة في السكة الحديدية، وهي أصبحت تمثل عنصر أساسي في النقل سواء للأفراد أو للبضائع. كل ده يؤدي في النهاية إلى الزراعة والصناعة والسياحة. كل هذه العناصر والمراكز الاقتصادية الأساسية التي تمثل جزء هام في الدخل القومي، كل ده ما كانش ينفع يتم من غير الطرق والكباري اللي تم إنشائها. احنا برضو عشان بننسى، الواحد من الناس كنت بقف على الطريق الدائري بثلاث ساعات عشان اروح مشوار. دلوقتي اطول مشوار على الطريق الدائري بعد التعديلات اللي حصل بعد 2014 ما بياخدش اكتر من تلت ساعة أو 25 دقيقة على الأكثر. كل ده أدى إلى إيه؟ أدى إلى توفير وقت، توفير وقود، توفير تلوث بيئي، مفيش تلوث بيئي، توفير انبعاث حراري. كل ده بيعكس في النهاية إنه بيوفر لي وقت كمواطن مصري، بيحافظ على صحتي، بيوفر مجهودي، كل ده توفير. كل هذه العناصر الأساسية بتعمل تنمية، بترفع جودة لحياة المواطن المصري، بتهتم بالبشر قبل الحجر. كل ده بيؤدي في النهاية إلى زيادة الدخل القومي وارتفاع الاقتصاد القومي على مستوى العالم، وبيؤدي في النهاية إلى المستوى الاقتصادي للمواطن المصري يرتفع، رفع مستوى المعيشة. وده الهدف، وهو ده الهدف الأساسي اللي علشانه بيخسر أي تطوير. يمكن نقدر نقول إن تطوير البنية الأساسية وخلق أو إنشاء طرق جديدة ممهدة تماما مع وجود مدن جديدة كمان للمواطن المصري، ده بيمثل يعني مادة خصبة جدا لجذب الاستثمار، وهو ما سيعود بالفعل على المواطن المصري. ما ننساش واحنا بنتكلم برضو، بنتكلم عن المطارات. النهاردة عندنا مطارات عديدة في مصر، يعني زيها زي مطار القاهرة اللي هو الرئيسي، مطارات عديدة. احنا كنا محتاجين هذه المطارات ومحتاجين هذه المواني ومحتاجين كل النقط اللي بتنقل الحركة سواء عن طريق الجو أو السكة الحديدية أو عن طريق المواني. كل دي عناصر بتؤدي في النهاية إلى إيه؟ إلى إن الزراعة بتشتغل والتجارة بتشتغل والصادرات بتشتغل، لأن مفيش تنمية عمرانية من غير بنية أساسية.
واحنا بنتكلم عن بنية أساسية برضه ما ننساش مشروع كبير جدا في مصر حصل، من أكبر المشروعات اللي حصل في تاريخ مصر، وهو حياة كريمة. حياة كريمة رفع مستوى المعيشة للمواطن المصري، وده كان مطلوب. احنا كان ما زال عندنا أماكن عديدة بالألوفات محرومة من المياه الصالحة للشرب، ومحرومة من الصرف الصحي، واحنا في الألفينات العالم كله بيتكلم على سرعة النت وعلى العمارة الخضراء، واحنا كان ما زال عندنا أماكن بالألوف محرومة من المية الصالحة للشرب، وهي أبسط مبادئ حقوق الإنسان، وكان في مناطق عديدة محرومة من الصرف الصحي. النهاردة حياة كريمة غطت كل هذه المواضيع، رفعت مستوى المعيشة، فتحت فرص عمل عديدة. احنا لأول مرة في تاريخ مصر نرى هجرة عكسية من القاهرة الكبرى الإسكندرية إلى الريف والصعيد. طب الهجرة دي ليه؟ ليست هجرة قصرية إجبارية، ولكنها هجرة اختيارية. ليه؟ لأن المواطن الريفي أو الصعيدي، لأن في فرص عمل عديدة له سواء في الريف أو في الصعيد، لأن الصعيد والريف اللي هو كان فيه اللي كان محروم من الصرف الصحي والمية أصبح زيه زي القاهرة النهاردة. تطوير كبير حصل دكتور، شفناه، طرق ممهدة، حصل تبطين للترع في القرى زي ما حضرتك بتتكلم، يعني تطور كبير جدا حصل في الخدمات المقدمة عفوا للريف زي ما حصل في المدن. كل الشكر ليك دكتور سيف الدين فرج، أستاذ التخطيط العمراني، شكرا جزيلا. لحد هنا بنصل لختام تغطيتنا لما حدث بالأمس في حكاية وطن. لسه حكاية وطن مستمرة مع حضراتكم النهاردة وبكرة. أنا بدعو حضراتكم أنكم تتابعوا حكاية وطن على شاشة القناة الأولى. تغطيتنا مستمرة على شاشة القناة الأولى النهاردة وبكرة عشان تعرفوا إيه اللي تم في البلد خلال الفترة اللي فاتت. هل إحنا دولة رقم واحد في العالم؟ بكل تأكيد لا. عندنا مشاكل؟ عندنا مشاكل، وده اللي بيحصل بالفعل، وده اللي الرئيس اتكلم عنه امبارح، وده اللي رئيس الوزراء اتكلم عنه امبارح، إن إحنا لسه قدامنا كتير، لكن الحمد لله احنا ماشيين على الطريق. بدعو حضراتكم لمتابعه حكايه وطن على شاشه القناه الاولى. احنا بالنسبه لنا في صباح الخير يا مصر، هنلقاكم بكره ان شاء الله ونكمل مع حضراتكم حكايه وطن في نفس الميعاد، وصباحكم زي الفل.